لا أعرف الشخص الغريب، لا أعرف الشخص الغريب ولا مآثره. رأيت جنازة فمشيت خلف النعش مثل الآخرين متأطئ الرأس احتراما. لم أجد سببا لأسأل من هو الشخص الغريب وأين عاش وكيف مات، فإن أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة. سألت نفسي هل يرانا أم يرى عدما ويأسف للنهاية. كنت أعلم أنه لن يفتح النعش المغطى بالبنفسجي كي يودعنا ويشكرنا ويهمس بالحقيقة. ما الحقيقة؟ ربما هو مثلنا في هذه الساعات يطوي ظله، لكنه هو وحده الشخص الذي لم يبك في هذا الصباح ولم يرى الموت المحلق فوقنا كالصقر. فالأحياء هم أبناء عم الموت، والموت نيام هادئون وهادئون. ولم أجد سببا لأسأل من هو الشخص الغريب وما اسمه. لا برق يلمع في اسمه، والسائرون وراءه 20 شخصا ما عداي. وتهت في قلبي على باب الكنيسة، ربما هو كاتب أو عامل أو لاجئ أو سارق أو قاتل، لا فرق. فالموتى سواسية أمام الموت، لا يتكلمون وربما لا يحلمون. وقد تكون جنازة الشخص الغريب جنازتي، لكن أمرا ما إلهيا يؤجلها لأسباب عديدة. الله، مساء الخير وأهلا بيكم. هو لقاء جديد وجمعة جديدة وباب الخلق ومحمود درويش. يا سلام، لا نملك أمام هذا الشاعر الكبير إلا أن نطأطئ الرأس احتراما. مثلما قال، أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة. الله، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. محمود درويش، يعني مش أنا اللي حقدر أتكلم عن محمود درويش لأنه أكبر مني بكتير جدا جدا جدا، لكنه رجل من الرجال الذين وهبوا حياتهم لهذه الحياة لكي يقدموا لنا معاني كثيرة ويحافظوا على أشياء تفلت منا في زحام الحياة. كلما تعود إلى شعر محمود درويش تجد كل الأشياء المهمة في الحياة، تجد كل الصور المهمة، تجد كل الهمة، وتجد كل الحزن، وتجد كل الأمل، وتجد كل الشجع والشجن والوله في أشعار محمود درويش. محمود درويش مات عن 67 سنة، ومات في عملية قلب، يعني ولكن دفن في رام الله في مكان مقبرة بجوار قصر الثقافة في رام الله، ودي مكان المقبرة. والقصر الثقافة سمي فيما بعد باسم الشاعر الكبير، قصر ثقافة رام الله، محمود درويش. محمود درويش من الناس التي وضعت لبنة عظيمة جدا في الحياة. الناس دول، أنا كان في سيدة فاضلة كتبت حاجة الأسبوع اللي فات، بس الحين بدور عليها بحاول أجيبها عشان أقدر أقرأها كويس. أنا قريتها كويس قبل كده عشان أقول لها بس أنه أنا مسألة الدفاع عن الناس، الطبقات المتوسطة والتحت المتوسطة، أشرحه. بس النهاردة الحقيقة الحلقة يعني فيها حاجتين مش حلوين، حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى، عندنا نموذج، يعني أنا يعني هو كتب كتاب عن سيرته الذاتية، ما
معرفش ليه استعجلوا وعمل كده، هنعرف منه الدكتور عمار علي حسن. لكن أنا شرفت بأن أنا كنت جار للدكتور في عمارة واحدة، وتعرفت عن حياته عن قرب، وشفت قد إيه البساطة. هيكون ضيفنا النهاردة دكتور عمار علي حسن، لكن في ثوب شخصي جدا، أنه عمار أنا عرفته عن قرب، كنت جاره وشفت قد إيه هو رجل بسيط جدا، وسمعت عنه حكايات مهما حكيت لكم مش هتصدقوها، ولذلك أنا صدقت كل كلمة كتبها الدكتور عمار، ويمكن أظن أنه خبى حاجات كتير عن شخصيته. فلاح ابن فلاح، شقيان ابن شقيان، أراد أن يكون له مكان وحتة مشوار غاية في الصعوبة وغاية في الإرهاق، لكنه ظل متمسك حتى في لحظة من اللحظات كانت الزايدة بتاعته انفجرت وحالته سيئة جدا، والدكتور قال ما فيش أمل، فقال له لازم تقوم تمشي، قال له مش قادر أمشي. فالدكتور قال انت كده هتموت، قال له أنا مش هموت دلوقتي، أنا لسه عندي حاجات كتير عايز أعملها. فالدكتور هو ماشي قال غريب قوي ده، بي 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 يعني بيشاكسني وهو مش هيقعد يومين ثلاثة ويموت. رجل لديه حلم، ثم خلى كل الحلم للناس بس، عمار ما بياخدش أي حاجة لنفسه، وأنا عشت ده معاه، شفته بعيني. نموذج لما تيجي تقول إنه الناس البسطاء اللي في مصر الكتير اللي الناس دلوقتي كتير بتهاجمهم وبتعمل، طلع منهم مين؟ طلع منهم معظم اللي عملوا لنا عقول محترمة، إذا كان عندي أنا واحد من عقول محترمة إذا كان ده. لكن شوف من طين مصر طلع مين؟ رص زي ما أنت عايز، نجيب محفوظ، زويل، الأبنودي، أحمد زكي، عادل إمام، فاتن حمامة، زكي نجيب محمود، علاء الأسواني، شوف مين؟ دول كانوا من طبقات عادية، من الناس اللي انتوا بتشوفوهم بعضكم بيشوفهم دلوقتي ويتأفف شوية. لا، دكاترة مصر 90% منهم من الطبقات الكادحة دي، مهندسين مصر، كل الفئات اللي في مصر معظمهم، رؤساء الجمهورية كلهم من الناس دول، مفيش حد فيهم من أيام جمال عبد الناصر حتى اللحظة دي من الشعب اللي احنا بنتأفف منه. ايه حكاية الناس وحكاية الشعب وليه أنا حاطط عيني عليهم؟ أنا مش بزايد، لأنه على فكرة بالجو العام دلوقتي اللي بيقف مع الغلابة بيبقى مش مرغوب فيه كتير، يعني مهياش ما فيهاش ميزة، لكن هي فيها فكرة، فيها فكرة. أو بطل من ريف مصر من المنيا، قدر يجد لنفسه وعمل السيرة بتاعته مكان وسط الزحام، وحتى كاتب آخر كلمة كاتبها في السيرة الذاتية إنه عايز يحط على قبره أطال الله عمره كثيرا يا رب، لأنه بيغزع قلنا بحاجات حلوة جدا. هنا يركض صائد النهار. في حاجة كمان لو تسمحوا لي، مش عارف هعرف أجيبها دلوقتي ولا لا، بس هي مكتوبة هقراها ومعايا الدكتور عمار إن شاء الله. عايز أقول لكم إنه أنا إن شاء الله هيكون ضيفي بعد الفاصل ده على طول رجل أرجوكوا تقعدوا تسمعوا إزاي البني آدم يصنع مجده بإرادته، ويحول المجد ده لخدمة كل الناس اللي حواليه، لخدمة كل الناس اللي حواليه. ده موجود بس قليل، بس لما تشوفه على الطبيعة هو ده، هو ومحمد صلاح ونجيب محفوظ ومش عارف مين وأسماء كتير جدا، وأحمد زكي وزي ما انت عايز، أسماء كتير جدا في كل المجالات بتدي لك انت الأمل في انه مهما كانت الحاجات ملعبكة ومتنيلة بنيلة تستطيع، تقدر. وهكذا استطاع الدكتور عمار علي حسن. تعالوا بقى نقعد مع الدكتور عمار في جلسة مختلفة خاصة، ولحسن حظنا كمان الجزء الثاني من الحلقة جزء جميل جدا. المطربة الفلسطينية
دلال أبو أمنة حتة صوت أنا سمعتها كتير على اليوتيوب وانبهرت بيها، يعني حاجة مش معقولة. وأنا بحاولنا نجيبها يعني كذا مرة نحاول نشوفها موجودة وبتاع، هي كانت موجودة في مصر امبارح عملت حفلة كويسة، لكن حصل لها حكاية غريبة جدا. إسرائيل الإسرائيليين الصفحة بتاعتهم اللي بالعربي كتبوا المطربة الإسرائيلية الفلسطينية، طبعا هي من عرب 48، عرب 48 مش إسرائيليين، موجودين لكن مش إسرائيليين، فطبعا ده شيء قميء لكنه عدو ومتوقع منه يعمل كل حاجة. وطبعا دلال ردت وإحنا هنرد معاها وهنتكلم معاها، وأظن أن أنتوا هتقضوا سهرة ممتعة. هنقول مع بطل من الصعيد مصر، وهنقول مع صوت عربي شجي هتتبسطوا منه جدا. بعد الفاصل إن شاء الله الدكتور عمار علي حسن الذي يعني أقولها وأنا مرتاح جدا أنني أتشرف بأن أجلس أمام هذا الرجل. بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى. الرجل الذي عرفتوه محبا للوطن، مناضلا مستميتا على ثورة 25 يناير، وعرفتوه باحث سياسي كبير له تجارب أخرى في الحياة، هي تجربته الشخصية، هو دكتور عمار علي حسن شقيان ابن شقيان. صحيح. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ محمود، شرفتنا وأسعدتنا بالكتاب. الله يكرمك. بس أنا عايز أقرأ للناس حاجة على واحد أنت كتبه في السيرة الذاتية حضرتك، الرجل اللي أنا سميته البعيد القريب. واحد راجل سألك سؤال كده وشفت أنت ومشي ومعرفتوش، جاوبت عليه في كتاب. وأقول للراجل اللي سأله أنت بتكتب ليه؟ أنني أبكي حين أناجي ربي، وحين أصطاد الحرمان والألم في عيون الجوحة الجوعة والمرضى والغرباء، وحين تجيش عواطفي بنص جميل مؤثر قرأته، ويمكن للبكاء أن يداهمني وأن أرسم أوجاع شخصيات قصصي على الورق، حيث أتفاعل معهم إلى أقصى درجة فأعيش ألمهم، وإن فرحوا أبتهج معهم، كما أنني أفرح حين أرى من حولي سعداء. ووقت أن أمسك في يدي نسخة كتاب جديد لي خارج للتو من مطبعة، أو يقع في يدي كتاب سعيت وراءه بعد أن رغبت فيه أو رغبني فيه من سبقني إليه، وأقول له إن الأصفار علمتني. وفي الآخر كل ما لا يميتني يقويني، وإنني في النهاية يجب ألا أكف عن الحلم حتى الرمق الأخير. صحيح. أنا بدأ بأول حاجة أبي. أيوة. الأب أنت لك قصة، لا سيما في الصعيد، يعني له دور كبير ومؤثر ومركزي. أبويا كأبهاتنا في الصعيد كان شخص عجيب، يعني ظاهره القسوة وباطنه الرحمة. كان قسوته منبعها أنه يرى أن هذا هو في صالحنا، لكن كان حنانه ورحمته بتظهر حين يرانا ضعفاء أو في أيام الأزمات التي يمكن أن تحل بنا. فكان في زهده وبسطته وتجرده وقسوته وحنانه ورحمته يعلمك أشياء ربما وأنت طفل تتشربها دون أن تدري. صحيح. لكن حين يمتد بك العمر وتعيد النظر في وسائل تنشئتك والقيم التي تربيت عليها والظروف التي أحاطت بك، تجد أن هذا الرجل الذي كنت تعاني من قسوته في الطفولة كان يقسو عليك لأنه كان يخاف عليك.
وكان يعتقد أن هذا في صالحك وفق تصوره وفق إمكاناته وفق تعليمه بسيط. وكان رجل دخل مدرسة سنة واحدة وخرج خرج منها، كان يدوبك بيكتب اسمه. لكن تكتشف فيما بعد أن هذا ساهم في 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 تكوينك وفي صناعتك، ساهم بشكل إيجابي، بشكل إيجابي طبعا. ليه؟ لأني الصرامة، صرامة الأب حتى لو وصلت إلى درجة القسوة، إن لم تكن يعني إن كانت هذه الصرامة منبعها الحرص والخوف ورغبته في أن يرى ابنه أو أبناءه في أفضل مكان ممكن، إن كانت القسوة هذا هدفها فهي قسوة رحيمة. صحيح. والطفل يدرك القسوة التي تقصد لذاتها، أن هذا قاسي لاعتلال في نفسه أو رغبة متوحشة لديه في الانتقام من الآخرين، أو إذا كانت هذه الرغبة القسوة منبعها الحرص والخوف على المصلحة. أبي كان من هذا النوع، يعني رأيته رجلا يكره الشر، لكن إذا جاء حتى بابه يواجهه بقوة وشجاعة صارمة ويبتعد عنه أميالا إذا رآه يمضي في طريق فيمضي في طريق آخر. لكن ماذا لو قطع الشر الطريق وذهب إليه؟ هنا يواجهه بصدره. أنا رأيت في مواقف كثيرة جدا ومع ناس في القرى اللي حوالينا وقريتنا يمكن أصلب منه عودا وجسدا وأغنى منه مالا وعزوة، لكن كان لا يهاب كل ذلك في سبيل كرامته. طيب. وأنا تعلمت منه هذه الخصلة. طيب نرجع بقى، أنت اتكلمت في فصل طويل جدا على حاجات متباعدة متباعدة، إزاي أنت دخلت المدرسة؟ أنا عايز أسأل، أنت ليه كنت مستميت كده على المدرسة وأنت عيل صغير؟ يعني أنا يعني أكيد، بس ممكن تحكي للناس باختصار أنت إزاي يعني وصل بيك أن أنت دخلت، لأنك دخلت المدرسة تحت يعني. صحيح. هو طبعا أكيد لم يكن هذا بهدف، أني كنت وقتها أعتقد أن العلم هو طريقي وأن ترقي حالي في الدنيا لن يتم إلا بالتعليم. لا، لم أكن أدرك ذلك، كنت أتعامل مع المسألة في طفولته كلعبة. أنا صحيت الصبح لقيت العيال اللي بيلعبوا معنا يعني لابسين لبس جديد وبينتعلوا أحذية في أقدامهم، وإحنا كنا أحيانا ننتعل أحذية وحنا نمشي حافيين، يعني كنا في حالة براح في القرية يعني. فالناس دي حافيين مش براح، دي فقر يعني. لا، جزء منها فقر وجزء منها حرية. ده صحيح. يعني جزء منها، لا أصل ساعتها كان يعني تمن الكاوتش حاجة بسيطة. كانوا بيعملوا كاوتشات باتا بتاع باتا التفاكر كاوتش الأبيض ده طبعا 99 قرش. فجزء منها طبعا فقر، وجزء منها ان انت كنت تبقى عايز تبقى بحريتك. المهم يعني الولاد لابسين لبس كويس وجزم وانت حافي. وانا حافي، فروحت معاهم المدرسة. مشينا في مدرسة كانت لأول مرة تفتح في قريتنا، يعني بين قريتنا مقسومة إلى نصفين، 6 كيلو، بين النصفين كانت موجودة إيه المدرسة. فروحت معاهم المدرسة، كان أول سنة تفتح مدرسة ابتدائية في بلدنا سنة 1973. وقفونا طابور وحيينا العلم ودخلنا الفصل، فإحنا كان عددنا 53. لأنها بتفتح لأول مرة فيعني تغاضت عن سن القبول. كان معنا ناس 9 سنين و10 سنين وثمان سنين وهكذا. أنا كان عندي 6 سنين إلا 3 شهور فلا ينطبق عليها القانون. فالمدرس بدأ يعد الروس اللي أمامه ليوم 54 في راس زي فيعد. أنا فاكر عد كذا مرة واحتار، طب في عيل زيادة ده جاء منين؟ يبص في الكشف المسجل لدي 53. فقال خلاص أنا اللي هنده اسمه يطلع جنب هنا على السبورة. فاللي هنده اسمه يطلع لحد ما بقيت أنا لوحدي. سألني اسمك إيه؟ قلت له عمار علي حسن. بص في الكشف جرت كل الأسماء لم يجد لي اسم. فقال لي أنت غير مسجل، إزاي أنت جيت ودخلت كده؟
يلا اطلع بره. ده ماشي 6 كيلو خلي بالكم صح؟ طلعني بره. لا 6 كيلو كانت الإعدادية دي كانت كيلو قريبة. قريب. فراح مخرجني طردني من الفصل. أنا جيت على باب الفصل وانفجرت في البكاء مش همشي. فخلى الفراش خدني قال له روح وديه للناظر لابوه الأول لابوه في الطريق يعني وديه لأهله. أبويا كان صحي من النوم دور عليا ما لقينيش. سأل قالوا له إحنا شفناه ماشي مع ناحية العيال. المدرسة مع العيال. فجاي على الجسر وأنا إيه موجود في إيدي الفراش وهو بيجرني على التراب لأن أنا مش عايز تمشي مش عايز أمشي متشبس وعايز أرجع للفصل. فشافني في الحالة دي هنا بقى إيه هذا الرجل الذي كنت أرى قسوته رأيت حنانه شفت على وجهه علامات الأسى وهو شايفني بتفطر حزنا وعندي رغبة عايز أحققها. والفراش قال له ده سنه صغير ومش مثبوت رسمي هنخليه إزاي. فراح هو للناظر بعدين في يوم تاني لأن يوم تاني يوم خدني وروح روحت تاني يوم عملت نفس الكلام رحت المدرسة برضه وطردوه تاني وطردوني تاني. فالمرة دي الطفل الغريب ده ودوني للناظر. فالناظر قال لي طب انت مش مسجل هنشوفه ومشاني. ابويا بعدين راح للناظر قال لي ده الناظر ده كان معايا في المدرسة زمان. فراح له عرفه بنفسه طبعا لم يتذكره بس قال له طيب احنا هنشوف صرفه. ما شافش. فراح لعضو اتحاد اشتراكي كان عندنا في القرية وقال له الولد متمسك بالتعليم وبعد يروح المدرسة لوحده كل يوم يشرد من البيت يروح على المدرسة يروح نجيبه ويضربوه ويزقوه ويطردوه وأنا بقيت مش عارف أعمل إيه. قال له طيب خلاص. فكتب مذكرة وعطاها لأبويا وقال له اديها للناظر. وبعدين فالناظر بص فيه وقال لأبويا طيب خلاص سيبه أنا هخليه يعني يدرس استثنائيا للثلاث شهور لحين ما يكتمل عمره 6 سنوات. إذا استطعت أن أسجله يبقى خلاص إذا لم أستطع مش هقدر يبقى يستنى معانا يقرأ كده لآخر السنة والسنة الجاية ندخله سنة إيه أولى ابتدائي. فقعد بقى 3 شهور كل مدرس حصة يدخل ينده أسامي الأطفال كلهم تلاميذ كلهم ما عدا أنا. وأنا متعجب أنا ليه مش موجود أنا لا أعرف الطريقة الرسمية اللي تم أو الاتفاق يعني طبيعته إيه أو يترتب عليه إيه. فقعد متعجب لماذا يتم إهمالي أنا يعني كل الناس أسميها موجودة ما عدا اسم. لحين في يوم 22 ديسمبر 1973 اكتملت 6 سنوات فناده اسم فخلاص أصبحت موجودا بشكل رسمي كتلميذ. أنا في الابتدائية كنت عندك بقى كان عندك مشكلتين كان عندي مشكلتين كان عندي اسمع بقى شوف ازاي الواحد لما يكون عنده إرادة يقدر يعمل حاجات لو عايزها. كان عندي مشكلة كنت ألدغ في حرف الراء أنطقه ألفا بشكل بشع يعني وكان بعض الأطفال في القرية يعيروني بأنني ألدغ أو ألثغ في حرف الراء. وكان عندي مشكلة هذه المشكلة لما كبرت وقريت في علم نفس النمو اكتشفت ان دي مشكلة عويصة. وفي أسر هنا في القاهرة نعرف سفير ابنه حالته زي كان كده وداه أمريكا لمركز تدريب وأنفق عليه ملايين الجنيهات عشان ليا ان هو يقرأ بالمقلوب أو يكتب بالمقلوب يكتب بالحروف بالمقلوب بشكل غريب. هو أنا أقدر أجيبها لكم هنا في كتاب الأول كتاب هقدر اجيبها لكم عشان نقدر نشوفها. يا ريتني كنت صورتها من الاول. اهي هاتي يا كاميرا استاذ ممكن نقرب هيحصل حالا اهو. شوفوا كان بيكتب ازاي يا عمر مكتوب بالانجليزي بيكتب الحروف ازاي حاجه خش شويه خش واضحه شايفين كان بيكتب كده. فكان يعني وكان مستوايا ضعيف ما كنتش قوي يعني في الدراسة في الأول. وبعدين مشكلة
الحرف الراء الذي كنت لا أنطقه إلا ألفا، دي حلتها بالتدريب. إن كان في عندنا جانبنا في الغيط ولد بينطق الألف الراء غين، يعني زي الفرنساوي كده ما بين الغين والياء. فلقيت لسانه استقام قليلا، فسألته أنت عملت إيه؟ قال لي أنا أخويا طالب في كلية التربية جامعة المنيا وبيدرس مادة اسمها التخاطب، فتعلم في الكلية إزاي يساعدني أنا في أن أقيم لساني. فقلت له إزاي؟ قال يعني بيردد الحرف كتير وكلمات فيها الحرف فبقيت أنا بقى ليل نهار طول الأجازة الصيفية خلي بالك أردد حرف الراء. ده كان بين رابعة وخمسة، قلت ملايين الكلمات اللي فيها حرف الراء، وأنا بشتغل في الأرض أتكلم وأنا ماشي. خلي بالك الشغل في الأرض ده ليه، هنوقف الوقف وأنا راجع الـ من الأرض للبيت راكب الحمار وجار الجاموسة أحكي برضو بحرف الراء لحد ما جبت الراء. لما رحت المدرسة السنة اللي بعدها المدرسين كانوا في عجب، إزاي أنا قدرت في مدة زمنية لوحدك ولوحدي؟ فالمدرس قال أنت عملت إيه؟ قلت له على اللي أنا، وطبعا كانوا مدرسين خريجين دار المعلمين، ما كانوش يعني رغم أنهم كانوا قياسا لزماننا كان عندك إشادة بيهم كويسة وفكرهم بالاسم على فكرة طبعا لأن هم أصحاب فضل علينا يعني. فكانوا متعجبين أن أنا إزاي. أما قلب الحروف دي عملتها إزاي بقى؟ إيه؟ قلب الحروف دي، قلب الحروف لما عرفت بعدين أني العين ترى الحرف سليما على السبورة وتنقله للمخ لأن المخ هو مصدر كل الأوامر، فالصورة البصرية اللي بتيجي من على السبورة إلى المخ، المخ بيدي بيها أمر للإيد. فالمرحلة ما بين إن المخ يدي أمر للإيد والإيد تكتب دي فيها اعتلال في المخ. عرفتها إزاي دي بقى؟ لما قريت بعدين لما كبرت بقى، ده أنا عرفتها بعد يمكن وأنا بعمل الدكتوراه دي. إن كان عندي هذه المشكلة بس أنت عالجتها بدري. هي اتعالجت دي بقى، كان بلا إرادة مني، دي كانت هبة من الله، هي جت لوحدها. كان أبويا يسأل مدرسين أنت أنتوا عمار، يقول والله مستواه كويس بس هي مشكلته بيكتب بالمقلوب وإحنا محتارين، وخطه حلو يعني بس بيكتب بالعربي إنجليزي. فكان ولا هو عارف ولا المدرسين عارفين ولا حد عارف المشكلة، وهو تلميذ وخلاص. وبعدين بدأ المدرس يتعامل مع الأمر الواقع فبيه يصحح لي المعوج ده، المعوج ده باعتباره سليم يعني مكتوب عربي وخلاص يعني. المهم الحروف يعني لو انت قلبت الصفحة هتشوفها سليم، او جبتها على مراية هتشوفها سليم. فدي تعالجت لوحدها يمكن على الصف الثالث الابتدائي. انا عرفت بعدين لما قريت ان هذه المشكلة احيانا بالناس، بس دي حاجة نادرة. دي ده 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 مرض اضطراب عقلي نادر جدا. انا اول مره اسمع عنه وانا بقرا الكتاب يعني، اول مره اشوف، انا ما اعرفوش. لا موجود طبعا موجود طبعا موجود طبعًا. وانا اعرف واحد سفير في الخارجيه بيقول لحضرتك سفر ابنه امريكا عشان يتعالج لانه مش كانش عارف ايه اللي حصل بقى. من لغايه سنه رابعه عمار كان تلميذ عادي خلص. جدا. بعدين حصل له بوم، حصل طفره انا لا اعلم برضو مصدرها. لما قريت بعدين لقيت ان الانسان بيحصل له ثورات بيولوجية ثلاثة في حياته لو عنده مشكلة بتترمم مع الأيام. لذلك أي أهل يعني عندهم عيل ألدغ عنده مشكلة في الدراسة، متعسر شوية، عنده اعتلال، في يصبروا عليه يعني يعالجوه ويدربوه، بس الصبر ومنحه الأمل والإيمان بأنه قادر على أنه يتجاوز مشاكله ده مهم جداً. دي بقى برضو تجربة في حياة الدكتور عمار، بس خليها في الآخر تجربة آسر. ابني دي حكاية كبيرة. فهو الثورة الأولى في عندي 5 سنين، دي أول ثورة، دي الثورة البيولوجية. تاني ثورة عند 10 سنين. تالت ثورة مع المراهقة. يعني إيه دكتور عمار الثورة؟ ثورة يعني بمعنى انقلاب كده يعني، إيه يعني بيحصل حاجة إن بيحصل تغيير كبير الجسم وهو بينمو بيغير حاجات كتيرة جدا. فأنا أعتقد أنا ده تفسيري أنا دلوقتي، أنا ساعتها لم أكن أعرف ما يجري يعني. تفسيري إن عند 10 سنين اللي هي ما بين اللي على سنة رابعة
إن حصلت هذه الثورة البيولوجية وجدت نفسي اللي كنت متعسر دراسيا أو مستواي أقل من المتوسط وأقراني سابقني بكتير، وكنت أحيانا حين تكتب مسائل الحساب على السبورة أتعجب إزاي بيحلوها أنا مش عارف. في سنة رابعة بقيت يعني في الرياضة في الحساب في العربي في طلعت الأول عليهم، وجزء من ده راجع للمدرس. أنا فاكر مدرس الحصة اتغير، مدرس اتغير اتغير مدرسين، وجانا مدرس كان اسمه أستاذ نبيل أنس خليل، ده كان شخص عبقري. شوف المدرس لما يكون جميل ازاي نفتكر اسمه ثلاثي. طبعا نبيل أنس خليل. فنبيل أنس خليل ربنا يطول عمره وعايش لحد ربنا يديله الصحة، ده كان راجل عبقري حتى هو كان مدرس ابتدائي وبيدي دروس في الرياضة لسنة وعام من تمكنه وخريج معلمين، بس مدرس عبقري. فالأستاذ أنس أستاذ نبيل شافني كراستي كان بدين عربي وحساب، فشاف أن أنا حلل صح وحيد كنت حلل صح في الفصل، فكتب لي ممتاز وشكرا طبطب علي. دي كانت بداية الدب ويا ما كنت لسه ألدغ في الرئة لسه كنت كنت لسه لأن دي في سنة رابعة. فيمكن التشجيع ده وارد هذا المدرس، ويمكن الثورة البيولوجية والتطور، لدرجة بعد كده كان الموجه الأقسام اللي بيلفوا على المدارس بيقولوا إن في تلميذ في مدرسة الإسماعيلية الابتدائية بيستطيع إنه يحل أعقد المسائل بتاع الحساب عقلياً، والمسألة اللي إحنا اللي في كتاب الوزارة أو اللي إحنا بنعلمها لهم تتحل سبع خطوات سبع خطوات بيعملها مخططين لوحده كده. اللي كان في أولى وتانية وتالتة يعني كنت متعسر، أصبحت تلميذ مشهور بقى، أصبحت معروف خاصة أن موجه القسم ساعتها كان متحمس حتى للإسم، كان اسمه الأستاذ رشدي عمار، فكان رشدي يقولك عمار ده اللي خلى يعني التطور ده حصل كده في الابتدائي. وانت عارف وانا كاتب يا استاذ محمود ان هذا احنا ما كانش عندنا طرف التفرغ للدراسه، الدراسه دي كانت خلي بالك بقى في التوازي ده هو بيتفوق وبيتحسن وبيبقى جميل جدا كتلميذ، في الناحيه الثانيه انت بقى في الارض فين بقى؟ نشتغل في يعني انا عندي كان في قانون الاصلاح الزراعي اللي عنده دوره زراعيه، احنا كان عندنا دوره واحده يعني انا اسرتي كانت اسره مسطوره، وبعدين زي ما بيقولوا نجيب محفوظ أناخ عليها الضرب لما أنا اتولدت كانت الحالة على الحديد يعني اتولد مع الخير كله كرح كل شيء. فكل أسرة ليها دورة زراعية، إحنا أسرتنا كان دورة واحدة اللي خدناها من السادات مش من عبد الناصر، واتضح بعد كده إني مش تمليك، ده حق انتفاع. أنا سددت تمنها بعدين من فلوسي، سددت تمن الأرض دي لما كبرت بقى واشتغلت وبتاع، لقيت عاملين اقساط واللي يتاخر في الدفع يتحبس، فاشتريناه. فكانت 14 قيراط، سبعه مع عمي وسبعه مع ابويا، لازم واحد يمثل الدوره دي في المقاومه اللي هي تنقيه الدوده اللي كنا بنسميها اللطعه. فكنت بروح من سن سبع سنوات، انت تصحى سبع الصبح تروح نتلم على الاول القريه، ياخدنا الخولي نركب السرايب اللي فيها أشجار القطن، احنا زرعنا قطن لحد ما وصلت أنا مثلا لخمسة ابتدائي. في خمسة ابتدائي بدأوا يغيروا المحصول في قريتنا من قطن الفول صويا حسب أوامر الحكومة. فالقطن مثلا نميل في ننقي الدودة دي اللي هي المقاومة اليدوية من سبعة ونص الصبح لحد اتنين الظهر، في بريك أو راحة في النص نص ساعة من 12 من 12 ل 12 تاكلوا لقمة ونص، ناكل فيها لقمة اللي هو البتاوبة وحتة جبنة أحيانا الراجل الخولي نفسه كان يعني مراته كانت بتبيع عيش وطعمية فيجيب لنا كل واحد في رغيف وطعمية وكده وناكل. ده أنت بتشتغل في أرض مش أرضك؟ لا مش الأرض بتاعتك؟ أنا ممثل أرضي. ممثل أرضي، كل دورة ليها طفل يمثلها. فأنا ابن عمي كان أكبر مني وأبوه قال خلاص ابني في التعليم، فقال لأبويا عد ابنك انت، فراح رحت انا. عندي عشر سنين في عبء اضافي، ابويا قال لي انت بقيت راجل، فعمل لي فاس عشان اشتغل معاه في الارض من سن عشر سنين. اشتغلت بالفاس في ارضنا وارض غيرنا
لحد كنت بتشتغل بالأجرة كمان؟ كنت بشتغل بالأجرة لحد سنة رابعة في الجامعة. عند رابعة تخرجت أبوي قال لي لا ما تشتغلش عند حد خلاص، أنت كده تشوف حالك وكتر خيرك. في أجازات الصيف طبعا كنت بروح، كنت باجي القاهرة أشتغل في المعمار. خلي بالك هو في الصيف يعني في أثناء الدراسة بيشتغل في الأرض مع والده، وبعدين في الصيف احكي بقى دكتور. في الصيف كنت اجي نروح بورسعيد مرسى مطروح، مش بتفسح خلي بالك، نروح اسم انا عارف بيوت عمارات في المنيل وفي السيده زينب، هو اللي بنيها، شلت فيها مش اللي بنيها يعني، شلت فيها زلط وطوب واسمنت ورمل وكده. وانت في الجامعه؟ لا دي وانا في الجامعه. ايوه وانا في الجامعة. لا بس انا بدات اخرج خارج القريه في اجازات صيف ابتداء من ثالثه اعدادي، حتى ما كانش معايا بطاقه. انت في ثالثه اعدادي؟ من ثالثه اعدادي خرجت تشتغل في المعمار. اشتغلت في الاسماعيليه في شيل طوب. كنت تشيل الألف طوبه بجنيه، تطلعهم الدور الثالث. جنيه كان فلوس. طبعا. فكنت بس الألف طوبه ياخدوا اليوم، فكنا احنا صغيرين فشغلونا بقى ايه، كنا نشيل ترص الطوب كده كل 24 طوبه في الحبل، وتاخده على ظهرك كده وتطلع بالسلم. سلم الخشب ده او السلم المعمول؟ السلم المعمول الاسمنتي. هو بيعمل دور الاسمنتي. الاسمنتي يعني. تمام. واشتغلنا في المينا في بورسعيد في شيل القمح والرز والحاجات اللي كنا بنستوردها. ونمت بقى في الاماكن اللي نمت في العراء، كنا بننام كمان في الاماكن اللي فيها الشغل. انت بتشتغل في عماره تنام في العماره؟ تنام في العماره. يعني انا فاكر صيف شتاء مالكش دعوه، كنا بنشتغل في السيده زينب في عماره كان بيبنيها مقاول، كان ساعتها هو اشهر مقاول في السيده، كان اسمه علي ابو طالب في شارع الصليبه. فحتى الان وانا معدي على اقول لعيالي اولادي شايفين العماره دي، انا شلت فيها زلط وطوب. المنيل عماره في المنيل برضه في ميدان الباشا اشتغلت فيها، كانت لسه بتتبني جديد. في مرسى مطروح كنا بنشتغل في اما حصيد الشعير او ايضا كنا بنشتغل في المعمار، يعني كانت حاجات عديده. انما تعيش ثلاث اشهر هناك ولا في الشتاء؟ ثلاث اشهر الصيف انت بره بتشتغل. ايام الجامعه بقى انا كنت اقعد احيانا مثلا تقعد مع عمال الترحيل لحين ما يجي حد يقول لك تعالى يعني يشغلك، فكنت اقعد ماسك كتاب. انتوا عارفين العمال اللي بيقعدوا بتشوفوه هنا يعني في القاهره؟ في المهندسين وفي المنيب وفي الجيزة وفي المنيب وفي كده، وفي كل بلد بقى في أماكن بيقعد فيها العمال اللي هم معاهم الأدوم والبتاع والحاجات دي مربوطة كده، تقعد تستنى محضرك تعالى يا ابني. تعالى يا ابني تيجي عربية تقف. أنا كنت إيه يعني إيه في أول تيجي العربية تقف يقوموا يجروا، ما هو كل واحد عايز يشتغل. طبعا. أنا كنتش يعني برضو كنتش احب اهين نفسي اجري، يعني كنت استنى حتى للاخر شويه ما فيش مشكله. فكان معايا صديقي نقعد نقرا ايه، اقعد اقرا في كتاب، فيقول لي بذمتك في واحد هيشغل واحد قاعد يقرا؟ فاقول له ما تقلقش رزقنا هيجينا. فيبدا الناس تروح لحد ما تصفصف علينا، في الاخر يجي حد يقول تعالى شيل حاجه، تعالى نزل معايا حاجه، فنروح نشتغل معاه. ده ايام الجامعه في مرسى مطروح. فأنا استمريت في ده لحد ما خلصت الجامعة، وبعدين بدأ الاستعداد. خلي بالك الجامعة دي كلية اقتصاد والعلوم السياسية. يعني اقتصاد والعلوم السياسية. وأنا في الثانوية العامة لولا سؤال الجغرافيا اللي نسيته أنا كنت أبقى أول الجمهورية. يعني أنا كنت نسي السؤال، كنت السابع نسيته. وده حتى لما رجعت، لذلك انا حتى الان بستعمل ده مع اولادي. جه بقول له ما تحكيليش عملت ايه في الامتحان، ركز في الماده اللي جايه. لان انا نتيجه ان انا نسيت السؤال وانا خارج ببص في ورقه الاسئله، فبقى الماده اللي بعدها كانت فلسفه، فانا كنت قاعد متضايق على ان انا سايب سبت السؤال. فده طيب. اثر عليك. وانا دخلت ادبي رغم ان كان بعض شاطر في الرياضيات، كنت شاطر في الرياضيات، شاطر في العلوم دي كانت، ودي دور المدرس بقى، الأستاذ حسني حسن ندى رحمه الله. مدرس اللغة العربية بمدرسة البرجاية الإعدادية للبنين. لا كانت مشتركة بنين وبنات. أستاذ حسني حسن ندى هو اللي وجهني من تاني إعدادي.
وأنا مشيت ورا حلمي. يوم ما كتبت موضوع الإنشاء؟ يوم ما كتبت موضوع الإنشاء. الموضوع الإنشاء ده اللي حكاية. أنا كان طبعا كالعادة يعني تخش سنة كان عن حرب أكتوبر كان عن حرب أكتوبر فكتبت موضوع تعبير. فهو جه في الحصة اللي بعدها وزع كل الكراسات على الناس ما عدا كراستي، وقاعدين ألفين عمار على الحسن. نعم يا أستاذ. قال لي تعال افتح إيدك. قلت له ليه؟ هو دايما عمار كده كل حاجه يقول ليه طبعا في ايه لازم مين تسال السبب. قلت له ليه حضرتك هتضرب ليه يعني؟ قال لي مين كاتب لك الموضوع ده؟ فقلت له والله انا اللي كاتبه. فقال لي طيب خلاص انا مصدق ان انت اللي كاتبه، بس نقله من انهي جريده او انهي مجله؟ فقلت له ولا من جريده ولا من مجله. فقال لي يعني انت عايز تقنعني ان انت اللي كاتب الكلام ده؟ قلت له ايوه انا اللي كاتب الكلام ده. فقال لي طب اصدقك ازاي؟ قلت له بسيطه، كلفني حضرتك بان انا اكتب موضوع من ايه لاخر الحصه في موضوع اخر انت تختاره، وضاهي الاسلوب ده بالاسلوب ده، اذا لقيت مش عارف يبقى انا نقله او سرقه حد كاتبه. خلي بالك ده في ثانيه اعدادي ويتكلم على الاسلوب ومش الاسلوب. فقال لي بص انا مصدقك، بص اوعى لا تروح كده ولا كده، انت هتبقى كاتب. واتمنى في يوم من الايام اشوفك زي طه حسين او نجيب محفوظ او العقاد. قال لي كده. دي كانت اول مره، دي اول دفعه في حياتي اني تخليني. ساعتها انا كنت بقرا لدول في الشوال بتاع جدي. جدي كان بقال، تقعد في الدكان اعمل معاه الحساب وذاكر، الناس تيجي تاخد التموين نمضيهم في دفتر كبير كده، وقاعد اقرا اشتغل. هو كان مرتبط بجده قوي. بجدي جدي ده كانت حالته ميسوره شويه. ايوه احسن من ابويا يعني. والد ام. اه فكنت اقعد معاه، فهو يجيب اول الشهر شوال من بندر المنيا مربوط حاجات بيعملها قراطيس. زمان كانوا الفلاحين بيشتروا الشاي والسكر قراطيس بقرش، نص قرش في الكتب والكراريس واللب والحاجات دي كلها كانت بتتباع في قراطيس. فهو يجيب حاجات لزوم القراطيس فينزل الشوال مع البضاعه اللي جايبها اللي هي التموين او اول الشهر يعمل لها القراطيس. انا بقى ان هو الناس تنزل وانا ايه اخطف الشوال ده واخده على جنب في الدكان كده وافتح البتاع وابدا ايه افرز. يقول انت بتعمل ايه؟ اقول له بدور على حاجه كده ألاقي كتب كويسة، روايات، كتب سياسية، كتب دينية جاية تتباع يعني. ممكن يكون الكتاب منزوع غلافه قديم شوية متبهدل. هو قرا كتب على فكرة مش عارف كتبها. أيوة مكتوب كده هنا. أيوة إنه لا كتاب ما فيهوش يعني من مش من أوله حتى يعني كده بس عجبه فقرا. فكنت آخد ده أقول له طب أنا إيه هقراهم وبجيبهم لك أنت تعملهم. فكان الكتاب اللي منهم مسطور شويه يعني ليه جلده وبتاع ما رجعوش اشيله اكون مكتبتي. لم تكن لدينا مكتبه في المدرسه الابتدائيه، لكن لما رحنا الاعداديه كان في مكتبه. كان في مكتبه. وانا فاكر في اولى اعدادي اول حاجه استعرضتها من المكتبه كانت ملحمه حمزه البهلوان، ودي كانت اربع اجزاء واثرتني. فانا كنت مستعد لموضوع كتابه الادب دي من هذه القراءات في سن مبكرة. فلما جاء الأستاذ حسني حسن ندى وقال لي أنت هتبقى كاتب، رسم معالم الطريق. فلما دخلت الثانوية في أولى ثانوي كان الأستاذ محمد زكي مدرس الرياضة يضغط علي ضغط شديد عشان أخش علم الرياضة عشان أخش هندسة. شاطر. أيوة. مدرس الكيمياء عايزني أخش علوم كيمياء. كنت مثلا في مسائل المعايرة يعمل هو يقعد يحسبها على السبورة، فأنا من الحل العقلي اللي كان عندي من الابتدائية أطلع له النتيجة قبل هو ما قبل ما يخلص أحسب. وأنا طبعا كنت في الحساب عشان مع جدي في بحسب للناس وكده، فالتركيبة دي كلها راحت له. فيقول لي لا تخش علوم. مدرس إنجليزي يقول لي هتخش أداب إنجليزي، ومدرس ده يقول لي هتخش علوم علمي عشان تدخل طب. وأنا في النهاية كنت ماشي ورا الأستاذ حسني حسن ندى اللي قال لي أنت هتبقى كاتب. لذلك لما نجحت في الثانوية العامة أنا كنت في الأول متصور أني كاتب يعني أدخلش إعلام عشان أبقى كاتب صحفي. فكان عندنا في قرية مجاورة الأستاذ كمال الدين أبو الحسين، ده كان خريج إعلام بس هو كان قسم علاقات عامة، كان لسه متخرج. واحد في قرية بعدها وكان يموت ليه بصلة قرابة
كان خريج اقتصاد وعلوم سياسية. فأنا بقى يعني كنت قاعد ساعتها إيه أشوف، لسه بتفكر عشان أكتب الرغبات. فأنا ركبت الحمار ورحت رايح على الأولاني سألته، فقال لي يعني الإعلام يعني أنا مش حابب المواد، الإعلام لم ترسخ كعلم، هي مجرد أداة. قال لي الحاجات اللي هو اللي يعني، وقال لي أفضل يعني تشوف اقتصاد. فلما رحت رمضان حسين، وده واحد من كبار الإعلاميين في المزبير حاليا، رحت رمضان سألته يا رمضان بتدرسوا إيه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية؟ فقال لي في سنة أولى درسنا المواد الآتية. فكتبت وراء أسامي المواد اللي بيدرسها، وقعدت أفكر قلت لا، هذه المواد أنت على طول يا دكتور تساهم في صناعة كاتب أكتر من المواد دي. على طول أنت لوحدك وتبحث؟ أنا لوحدي وأبحث، لأن أنا يعني ما فيش حد بتستشيره ولا حاجة، تسأل وتجيب وتدور على اللي هو ما والدي ما كان والدي لما نجحت بتفوق في الثانوية العامة ونشر صورتي في جرنان الجمهورية، وكان عنوانها لا يعرف الكهرباء، لأنه كنت بذاكر على لمبة جاز. هو كان في كهرباء في البيت، كانش في كهرباء في البلد كلها. ولما دخلت قريتنا، دخلت سنه 82، احنا بيتنا احنا ركبنا كهرباء سنه 85 86، يعني بعد يعني انت لغايه 82 ما كانش عندك كهرباء في القريه، ما كانش في كهرباء في القريه خالص. كنا بنتفرج على التلفزيون على بطاريه السيارات، او المواتير اللي هي المواتير اللي عندك الصغيره. كنا نتفرج حد تلفزيونين في البلد كلها، ندفع 3 شاغل للماتش و3 للفيلم يعني انت لغايه سنه 82 ما كانش عندكم تلفزيون في البيت اساسا. ما كانش فيه تلفزيون، وطبعا ما كانش فيه، القريه كلها كان فيها تلفزيونين، وبالايجار كنا بنروح نحضر الحاجات دي عشان ندفع فلوس، لحد بدات تزيد لما جت الكهرباء. لما جت الكهرباء وانتوا ركبتوا الكهرباء بعد 4 سنين، بعد 4 سنين من دخول القريه. فانا الثانويه العامه ما كانش بيتنا فيه كهرباء، فكان الجمهوريه لا يعرف الكهرباء كان عنوان ال انت كنت ترتيبك ايه يا دكتور؟ انا كنت السابع مكرر، بس بقول لك لو سؤال السابع مكرر على مستوى الجمهوريه. ايوه لو سؤال الجغرافيا كنت هبقى الاول. بس كنت سابع مكرر على مستوى الجمهوريه، وانت ما عندكوش نور في البيت طبعا، وبتشتغل في الارض. شيت وصيف. انا يوم امتحان التاريخ اشتغلت، كان ابويا عيان وجات الميه، المناوبه جت، مناوبه الميه طبعا الفلاحين يعرفوا، واللي مش فلاحين يعرفوا ان المناوبه دي لو ما خدش ميه مش هياكل خلاص. فهي جت يوم للبلد كلها لازم تروي، والا مفيش. فكان لازم الارض تتزرع. فروحت خدت كتاب التاريخ، وعندك امتحان بكره، وعندي امتحان بكره. قعدت في الغيط من 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 الفجر لحد المناوبه كده بتيجي، بيبقى ليه وقت هو. ايوه زرعت ورويت وخلصت الكتاب، بقيت اقعد تحت الشجره اقرا شويه وارجع اشتغل، اقرا لحد ما يخلص. روحت في التاريخ، وده انا حتى كاتبه في السيره، وانا بتعجب من فكرة نماذج الإجابات لقسم الأدبي، يعني نموذج الإجابة لقسم العلمي أنا أتفهمه طبعا، لأنه حسابات وأرقام. لما وفي الآخر بتقدر حتى لو هو مختلف معاك في الطرق، بس وصل للنتيجة أنت بتدي له الدرجة. لكن أنا أروح أجاوب في التاريخ اللي كان عندنا في مدرسة المينيا الثانوية العسكرية، كانوا بيعملون اختبار نموذجي زي امتحان آخر السنة. جبت في التاريخ 40 من 40، وكانوا يصوروا 40 من 40، يصوروا الورقة بتاعتي، يصوروها بعدد تلاميذ القسم، طلاب القسم الأدبي، وزعوها عليهم كنموذج إجابة. أجي في آخر السنة، ده أنت سنة 85 لا كنت في إيه، في الثانوية العامة؟ ثالثة ثانوي. خدوا كراسة إجابتك وزعوها كنموذج إجابة؟ لا ده في الامتحان اللي بتعمله المدرسة، زي نموذج آخر العام بتعمله لنا في شهر أبريل عشان تجهزنا نفسيا. خدوا اجابتك؟ خدوا اجابتي لما اتعملت وجبت فيها 40 من 40، خدوا الاجابه وزعوها على الطلبه بتوع القسم الادبي في المدرسه كلها، قالوا لهم ده النموذج للاجابه اللي اجي في الامتحان الاصلي بقى اجاوب سؤال اسمه الدروس المستفاده من ثوره 19 ونضال مصطفى كامل. انا ليا مشاكل مع النضال. لا مشاكل كتير. بس يعني مشوار عظيم يعني. فاكتب انا بقى ايه، اقول خلاص اكتب إيه ده سؤال مش موجود في الـ في الـ في, الـ في الكتاب. انت بتتكلم مصطفى كامل 19 ولا قصدك سعد زغلول؟ سعد زغلول 19 وحركه مصطفى كامل. حركه مصطفى كامل 8 7. سعد زغلول مصطفى كامل الله يرحمه 1908 مات.
فأكتب أنا إيه ما عنا لي، يعني اجتهادي الشخصي. فلاقي نفسي جاي في التاريخ 33، لأن السؤال ده المدرس اللي صحح لما ضاها الإجابة النموذجية اللي عنده بإجابتي لقي دي غير دي، فما عطانيش الدرجة غالبا. مع أني ده فيه ده اجتهاد، ممكن تعمل 20 دور درس مستفاد طبعا. فعشان كده بقول لحضرتك في قسم العلم يمكن ان انت تعمل اجابه نموذجيه، القسم الادبي يبقى فيه المدرس طبعاً. سميها اجابه ارشاديه لكن مش نموذجيه، ومش لازم يبقى الطالب كاتب زيها. عشان كده طلعت السابع. ايوه على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه، هذا زائد سؤال الجغرافيا اللي نسيته. اللي نسيته. كنت بشتغل في الارض ليله الامتحان بتاع التاريخ. بتاع التاريخ. لاني كان لازم كده عشان نلحق نزرع مع الناس. لأن عندنا طبعا المية أرض تتروي عار، يعني ينظر إليها باعتبار فلاح كسول. اشتغل في الأرض باجتهاد. والحقيقة أنا مش حاضر أخلص، إحنا الوقت جريبينا. بس يعني هناخد شوية، بس هتسمح لي بلقاء الأسبوع الجاي تاني نكمل، لأنه لسه في حاجات كتيرة قوي. يا ريت يا الله. يعني أشكرك. يعني لو تحب نكمل بكرة أنا تحت أمرك. يعني لا أنا لأن لا حوارك متدفق يا راجل. إحنا وجميل. الناس ملت يعني خلاص. لا 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 مش ممكن الناس تمل من حالة صدق وحالة إرادة عظيمة جدا يا دكتور. أنا مش بجاملك بصراحة، أنا يعني قد كده حاسس بقد كده. يعني لما الواحد بيقرأ المشاوير دي بحس قد كده هو ولا يساوي 3000. لا ما تقولش كده، لأنه مشاوير فيها كفاح حقيقي، يعني فيها كفاح حقيقي وفيها إصرار حقيقي. يعني لسه مشوارك في النشر، ولسه مشوارك بعد ما خلصت، ومشوارك في الدكتوراه وفي حاجات وفي الموت. ايوه ومع آسر. ايوه فخلينا نخلص الجزء ده. نعم. يعني الجزء بتاع الثانوية العامة. ايوه ففي الثانوية العامة طبعا ما خلصت، فجيت احنا وصلنا لصاحبك اللي رحت له قال لك الاقتصاد العلوم السياسية اللي بتصنع كاتب، أو لقيت المواد دي تصنع كاتب أفضل. فلما دخلت حتى اقتصاد علوم سياسية في وأنا طالب في الكلية، كان زملائي مشغولين بالسلك الدبلوماسي، أنا لم أضع هذا الأمر في رأسي أبدا، ولا كنت أفكر في دخول الخارجية. يعني ناس كتير قالوا لك بس سيادة السفير في البلد وبتاعه طبعا. وكان فيه كان في شيخ البلد يقول لي سيادة السفير. وأنا مقرر أن أنا حتى ابدا مش هتبقى سفير، وحتى لو ما احنا ما كانش حد دخل بجهده في الدفعه اللي قبلينا بجد بدون واسطه وبدون تدخل الا عز الدين شكري فشير. ده راجل عظيم طبعا. يا سلام. عز الدين شكري فشير، عز الدين شكري من الناس اللي انا اتعرفت عليهم زمان او في بدايه حياتهم، وانا بعتز بيه جدا وبقدره زي ما حضراتكم بتقدروه. كاتب بديع وله مواقف حقيقي. فعز الدين شكري فشير ده كان مثل للشخص اللي دخل بدون واسطة، لأن إمكانياته هائلة جدا. وكان في واحد تاني، لكن البقية إلى درجة إن أحمد عبد الله رز الله يرحمه عمل الله يرحمه كان بيدرس في المعهد الدبلوماسي، وعمل محاضرة وعمل بيبر ساعتها في مؤتمر للعلوم السياسية بالكلية، حذر قال فيه هو كراجل يساري كان منحاز طبعا، إن الناس اللي طالعين من طين الأرض ولاد الفلاحين دول أكثر ولاء للبلد. انتوا ما بتاخدهمش الخارجية وبتاخدوا التانيين دول ممكن. وكان عمل ضجة ساعتها مثل هذا الحديث. أحمد رزة كان حاجة جميلة جدا. حتى لو أنا كنت عندي رغبة في الدخول ما كنتش هدخل. فأنا كنت أنت خدت ما دخلت. أنا كنت مش شاغل نفسي موضوع السلك الدبلوماسي، لأني عارف أن أنا هبقى كاتب. لذلك في الرغبات حطيت كلية الاقتصاد، وبعدها كلية الأداب، وبعدها سبت الورقه فاضيه خلاص. لا المجموع كان ساعتها السابع من السابع 91%. ياما طبعا المجاميع بتاعتنا ما كانتش زي 91% دي، يعني زي دلوقتي 150 كده. ايوه وكانت اقتصاد وعلوم سياسيه بتاخد ادب من 84.5، فانا كده كده ايه مستريح يعني. مستريح داخل. فجتني ورقه الرغبات على كليه الاقتصاد. نسيت اقول لحضرتك على فكره التمرد الايجابي بسرعه. والدي في الاعداديه جبت انا مجموع كبير، دخلني ثانويه عامه بالراحه، قال لي لا تدخل دار المعلمين ايوه عشان تخلص وتبقى مدرس وتشتغل على المدرس عندنا في البلد. وشغلانه مضمونه، قال له كده دي شغلانه مضمونه يا ابني، شغلانه مضمونه تبقى مدرس، وانا ما عنديش فلوس اصرف عليك في الجامعه. ف وبعتني مع حد، مع ابن عمي، بص بقى عمل ايه. ومع اصدقائي اللي هيقدموا في دار المعلمين، فدار المعلمين كانت جنب المنيا الثانويه العسكريه.
فطول الطريق أنا بفكر في الكلام. جينا على باب المعلمين وإحنا ماشيين كلنا جنب بعض كده، هم دخلوا وأنا وقفت مكانه. أنت معك عددية قد أنا عندي كم سنة؟ 15 سنة. رحت عامل للخلف دور ورحت رايح الثانوية العسكرية قدمت أوراقي. روحت البيت قال لي قدمت ورقك في المعلمين؟ قلت له لا. قال له ما قدمته فين؟ قلت له في الثانوية. كانت ليلة ليلاء. اتضربت ولا حاجة؟ ازاي؟ لا لما كبرت بطل يضرب يعني، كان بيضرب بس اتهزقت يعني. إيه؟ قلت لك كلمتين في عظمك. ايوه وانت مش عارف ايه وما بتسمعش الكلام لما اخذت الثانوية العامة برضو رجعنا لنفس النغمة. ايه بقى؟ خش اداب اشتغل مدرس. خش المنيا، جامعة المنيا. انت لسه هتروح القاهرة و هصرف عليك منين؟ قلت له ان شاء الله ربنا سوحت، كتبت الرغبات وبعتها. قلت له لا هروح القاهره. فده تمرد ايجابي يعني، انت بتتمرد. خلي بالك والده اتجوز سيده خلف منها 5 بنات ماتوا، وبعدين اتجوز سيده اخرى خلف منها بنت، وبعدين اتجوز والده الدكتور عمار. خلف كنت ابنه البكري وهو في سن متقدم. شوف بقى بعد المراحل دي كلها جاب عمار، وبعدين جاب معاه 5 بنات اظن ولا في ولدين. احنا 6 اولاد كلنا ست صبيان وبنت. دول اللي عاشوا بس اولهم اكبرهم عمار. اي انا الكبير اكبرهم عمار، وهو كان عشان كده كان ليك وضع مختلف. كبرت شويه كان يقول لي الكلمه اللي كان يقولها لي دايما يا عكازي. فالكلمه دي مأثره في، لذلك انا بتعامل مع اخواتي باعتبار مش بس اخوهم الكبير ابوهم. لان هو قبل ما يتوفى شد على ايدي كده وقال انا سايبك خلي بالك. اخر مره شفته كانه كان عارف انه هيموت. فهو رفض ان انا اروح القاهره، وانا تمردت تمردا ايجابيا وقدمت في كليه اقتصاد. بس في كل المراحل دي يا دكتور، في كل المراحل دي يا دكتور عمار انت بتصرف على نفسك في الغالب. بصرف على نفسي اللي بجيبه يعني من حصيله شغلي. من يعني بجيب من عشان يعني في كل دوت هو لما مش بيتحدى، لما بيكسر اوامر والده هو بيصرف على نفسه يعني، بيشتغل صيف وشتاء. مظبوط. بشتغل معاه في الارض. في عيشه الدكتور عمار في مدينه الجامعيه لها قصه طويله. انا احب ان احنا نلتقي الاسبوع الجاي اذا كنت مسافر ولا حاجه. لا 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 ممكن. يعني احب ان احنا نتكلم اكتر، خاصه ان انا في 100 صفحه او 70 صفحه لسه ما قريتهمش في الكتاب. بحب ان انا اقرا كل حاجه. بس عايز اعرف ايامك مع المسيري وايامك مع نجيب محفوظ وعندك ايام كتيره، وايامك مع اسر ابنه كان ليه تجربه يعني في منتهى العظمه الحقيقه. يعني ابنه كان في ظروف صحيه بقى دلوقتي بيدرس كيمياء حيويه، ما اعرفش ازاي عمل كده دكتور عمار. ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل هذه المسيره التي لا نملك الا كما قال الشاعر محمود درويش ان نطأطئ لها الراس احتراما. شكرك دكتور عمار. شكرا استاذ محمود. نلتقي مع دلال ابو امنه بعد الفاصل. Yeah.
تكلمي بسرعة هبة، ولا تملك إلا أن تقول لها من أين لك هذا. دلال أبو أمنة، أهلا بك دلال. أنا من زمان جدا نفسي أتعرف عليك ونفسي أشوفك عن قرب، وأنا بتابعك في اليوتيوب بشوف لك حاجات يعني حاجة جميلة جدا. الله يسعدك، يعني وأنا للأسف كنت أعرف أني في حفلة امبارح، لو أعرف كنت لازم أكون موجود فيها، لأن يعني أنا من هواة الطرب جدا. الله يسعدك طبعا، أنت غني عن التعريف. لا العفو، يعني العفو، ربنا يخليك. ربنا يخليك، أنت منورة مصر بلدك. شكرا. والفصل اللي حصل امبارح ده بتاع إسرائيل ده فصل بايخ، عملوا فيك كده ليه؟ اللي ما يعرفش، وما كتبوا المطربة الإسرائيلية الفلسطينية على صفحة إسرائيل تتكلم العربية. إسرائيل ما بتتكلمش عربي. إسرائيل ما بتتكلمش عربي، لأن لو بيعرفوا يتكلموا عربي ما كانتش بقى دي أخلاقهم. شوف يعني هذا الموضوع يعني مش غريب طبعا، لأنه الاحتلال دائما عنده محاولات لتشويه ولسرقة، سرق الأرض وسرق التراث، وحتى بدي حاول يسرق الإنسان يعني. كان الموضوع كتير لإلي يعني بديهي، ورد أنا مش بصدد أدافع عن نفسي، أنا فلسطينية صامدة، أجدادي صمدوا في 48، وهذا هذا شهادة شرف أعتز فيها طبعا، وأي وثيقة رسمية تعطى إليك هاي أو تفرض عليك هاي لا تعني، لا تحدد انتمائك. فما كانش في داعي أصلا أرد عليهن. طبعا الرد كان كتير قوي من جهات فلسطينية عديدة، ومن الإعلام ومن الناس اللي بيعرفوني، علما أنه أنا طبعا معروفة في الغناء التراثي، وأكتر يعني ما طبعاً يعني يتابعوني لأجله هو الغناء التراثي. طبعا أنا مش بصدد أعطي الموضوع أكتر من حجمه، بس أنا كتير بحب أشكر وزارة الثقافة المتمثلة بالدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتورة والفنانة، ودار الأوبرا المصرية، والسفارة الفلسطينية اللي تحدوا الصعاب وجابونا، جابوني أنا وجابوا وفد كامل، وفد يا ستي مشروعي اللي أجي يقدم من بارح في القلعة، جابونا من 48 ومن القدس ومن غزة ومن الشتات الفلسطيني لحتى نقدم يا ستي، نتغنى بجدتي، جدتي الفلسطينية، ستي الفلسطينية. ستي دي حاجة جميلة جدا، هتعرفوا التفاصيل من دلال. الأغنية اللي سمعناها قبل ما نقابل دلال بتهديها لكل فلسطيني هجر من بيته من سنة 48 حتى اليوم ما زال. في نقطة بس عايز الناس تاخد بالها منها، الذين بقوا في فلسطين وسمي بعرب 48 أو سموا بعرب 48 هم أبطال بلا شك. مش معنى أن كده أن اللي خرجوا كانوا وحشين، لا، بس اللي فضلوا دول، في بعض الناس تقول كلام وكلام، لكن دول فضلوا تحت الاحتلال. وعلى فكرة احنا عشنا كده في أزمنة كثيرة في بلدنا، صح، عشنا تحت الاحتلال طبعاً. لكن ما رضيوش، كون بقى جواز السفر بقى غصب عنهم إسرائيلي، ما هم محتلين، لكن ما سابوش أرضهم، ودي حاجة تحسب ليهم بمنتهى القوة. فعرب 48 أو فلسطينيين 48 دول فوق راس الكل على في تقدير الحقيقة. طبعا شكرا، طبعا مشكور جدا، هذا دي الحقيقة. ما انتم ما رضيتوش تسيبوا، احنا 1,800,000 انسان طبعا، في احنا مش عدد قليل. وكتير بهمنا طبعا كفلسطيني الكل نشدد على هذا الموضوع. شوكة في اسرائيل قاعدين لهم، يعني مش عايزين تمشوا، فده حاجه كويسه. احنا بقينا في ارضنا وهذا صمود، واحنا طبعا كفلسطينيين الكل اليوم عم نحاول نشدد على الكل الفلسطيني بسبب الانقسامات، وبسبب يعني ما عادش فيها، خلص تعبنا ولازم نبدا نتغنى بالكل الفلسطيني. وهذا عملته من خلال مشروع يا ستي. ده المشروع الثاني، مشروع يا ستي اللي هو المشروع اللي احنا عايشين. عندك يا ستي في اثنين حتتين مش كده برضو؟ في صيغتين للمشروع. بالضبط كده، مزبوط. نشرح بقى للناس يا ستي ايه بقى. شوف يا ستي، مشروع بدا قبل 3 سنوات. انا معروفه بفلسطين بالغناء الطربي والكلاسيكي. معروفه في الوطن العربي كله. يسعدك. صحيح، الله يسعدك. فكان يعني ما كنتش، كنت أغني طبعا التراث، لكن بشكل يعني أنه أجدده وأعمله، بس مش بشكل مشروع كامل يمثلني. وأجى توجه من إحدى المؤسسات المقدسية اللي طلبوا مني أقدم تراث، فقلت إذا بدي أقدم تراث فلسطيني، لأن طبعا كتير فنانين فلسطينيين بيقدموا التراث طبعاً. فقلت شو الإضافة بتاعتي اللي راح تكون. فتذكرت أنه أنا تعلمت هذا التراث من أبوي وأمي، لما كنا نقعد على جبل الكرمل في حيفا، او على شط بحيره طبريه. هي من الناصره،
أنا نصروية الله طبعا الله. إيه لما كان يدقولي على العود ونغني أغانينا أغاني هاي التراث الحلوة، فقلت إذا بدي أعمل إشي اللي هو حقيقي للناس هات نجرب نستحضر العائلة اللي إحنا كلنا فقدناها اليوم، في ظل تعرف يعني الناس كل واحد عايش لحاله، صار كل واحد بده يهتم ببيته وولاده، يدوب يزور أمه وأبوه يعني مرة بالأسبوع أو أحيانًا أقل. فكانت الفكرة إنه نستحضر روح العائلة من خلال مشاركة جدات على المسرح اللي هني حافظات التراث سميناهن، لأن سيدات مقتبلات في العمر وبيطلع بيغنوا معاي الأغاني، هني طبعًا مش مغنيات، كل واحد فيهم جاي من شيء بديع ده على فكرة. ناس كبار في السن وبيقولوا الله، لأنه كمان طبعاً شوف أهداف المشروع هي بلشت موسيقية، لكن فيما بعد المشروع لاقى نجاح هائل، يعني اليوم عروضنا محجوزة الحمد لله سنة لقدام في كل العالم. والإشي كان بتاخدي معك الستات دول؟ باخد معي الستات، نعمل لهم زفة ونطلع الله. فالستات يعني في منهم 5-6 يخلقوا قبل النكبة أصلاً، أعمارهم فوق 70 عام. وشوف الجمال، شوف الصدمة بالأول من الناس، طبعاً كان في صدمة لأنه هدول ستات كل واحدة إلها مجالها ومهنتها، هي مش مغني أصلاً، فإنه شو فجأة صارت على آخر العمر صرت تغني. جميل جميل، فكان الإشي مفاجئ. طبعاً التوجه كان بالأول بالأول لأمي، ماما تطلع تغني معي على المسرح، طلعتيها بتقول لي محلاني وانا طالع، يعني يعني تعتبر انه مش حلوه، يعني انه انا ست كبيره ليش اغني على المسرح؟ قلت لها شوفوا انتوا انتوا قدامي، انتوا اللي بتعلموني كيف اغني، انتوا مش كورال قاعدين ورا عم بتردوا وراي، بالعكس انا باخذ منكم. لهيك عرض يا ستي هو كمان يجمع حواريات احدى حافظات التراث معي، هي السيده نائله لبس اللي هي باحثه في علم التراث الفلسطيني عريقه، وهي موجودة مع المسرح، فإحنا من خلال يعني ما بين الوصلات بنعمل مناكشات ومناغشات، وبنصير نحكي عن حكاية زمان وشو الفرق بين زمان واليوم، وبتصير تحكي مرات مفاهيم، نصحح مفاهيم مغلوطة للأغاني. يعني واحدة من الأغاني بتقول إسا أجا وإسا راح، إسا يعني دلوقتي هلأ، إسا أجا وإسا راح بياع التفاح، فبياع تفاح فبسألها هل كان في كتير تفاح بفلسطين لتنو بتغنوا بالتفاح، فبتقول لي بياع التفاح في تفاح بفلسطين لكن التفاح كناية عن البنت اللي اخذوه حلو، فهن دي المعاكسة المؤدبة يعني. وكمان احدى المشاهد في يا ستي اللي كتير بحبوها هي لما يصير نتطرق للعروس المفضلة ونتطرق لمين اجمل، السمرة ولا البيضة، فبيصير في مناغشة. احنا انتو في الزغروطة المصرية احنا قبلها في اشي اسمه المهاها، تصير كل واحدة تقول يعني عبارة عن وصلات ردح نسوية مؤدبة اللي هي اللي هي كانت تقام سرا في 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 يعني لما كانوا النسوة طبعا ما كانش في اختلاط، وكان النساء تحتفل لحال والرجال لحال. فاليوم احنا طلعناها على المسرح، هاي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية هي مجرد انه حبينا نربط الأغنية بالمكان، فصرنا ننزل ونعمل زفة شعبية عرس يا ستي اسمها، اللي هي زفة شعبية اللي من خلالها احنا نتغنى بالبلد. العروسي مش عروس، احنا منزفش عروس يعني شخص، احنا منزف العروس كل مرة، عروس لفلسطين ليه كل مرة. احيانا نتطرق للقرى المهجرة، فزي الكليب اللي كان انعرض وكمان هو بقرية برعم المهجرة في شمال فلسطين، في طبعا اكثر من 531 قرية هجرت، فمهم انه بطريقة قريبة من الناس مش بطريقه اللي هي فيها يمكن شعارات كتير زايده، لانه الناس بطلت تتحمل. بينطلق للقلوب من خلال اغنيه الاعراس، بنقول لهم تعالوا اسمعوا ايش القوه الناعمه. طبعا طبعا القوه الناعمه طبعا طبعا. المشروع بدا كمشروع موسيقي لكن اليوم هو مشروع مجتمعي نسوي اللي من خلاله احنا بنقول بنوضح قاعدين دور المراه حامله التراث وحامله الهم وحامله القضيه. واليوم احنا بدينا احنا عندي 12 سيده على المسرح لانه فيش مجال احط اكثر، لكن اليوم عندنا لائحه انتظار لاكثر من 100 امراه، منهن طبيبات ومنهن طبيبات متقاعدات طبعا. وعملت لهم اختبارات غنى وكده ولا لا؟ هذول بيستنوا
شروط القبول انها تكون سحبه مزاج يعني تحب كويس. تغني وتدندن. طب ما فيش عندك رجاله فوق الستين؟ ما فيش رجاله خلص انا فوق الستين بكتير. لا انت مش فوق الستين مش باين. لا فوق الستين والله اطلع لك البطاقه. طب لما نعمل يا جدي رجاله انا معاك بيشرفني. انا ارجو ان اللي بتعمله دلال يكون موجود في كل وطن عربي, يعني ده موجود بره على فكره, ده ما يكون موجود في كل بلد تاني يتعمل كده. احنا يا ريت نحاول نعمل شويه يا ستي التالتة في الوطن العربي, هذا اللي يعني عم نحاول نعمله. حد من يا ستي الكل حد من مصر, حد من السعوديه, حد من العراق طبعا, بالجزائر كمان, بتونس. الجزائر طبعا, تونس. احنا كنا مفروض امبارح كبير طبعا. شوف احنا مثلا في عمان رح نعمل زفه شعبيه كبيره ما بين يعني شاب زفة شعبية فلسطينية أردنية اللي فيها ستات سيدات فلسطينيات وأردنيات نتغنى من غني أغنية فلسطينية وأغنية أردنية اللي مع بالزفة اللي هن يعني يتغنوا أكتر في البلد. أنت تعرف إن الست أم كلثوم كانت بتعمل زفة زمان؟ والله أنا بعرف طبعا إن هي فلاحة من طمي الزهيرة. وكانت بتعمل زفة, الزفات الكبيرة قوي كانت هي أم كلثوم تبقى موجودة وهي صغيرة يعني. واو. كانت بتعمل وكان معاها ناس. ده ارتباط, ده دي حاجة ما تعيبش يعني, هذا حاجة بالعكس. ده تراثنا طبعا, وهذا لا لأنه طبعا أنا كان في نوع من الاستغراب إنه الموسيقيين يقولوا لي دلال اللي بتغني سلو قلبي ورباعيات الخيام تنزل للشارع تغني في الأزقة. طبعا كان في جزء كبير. هتغني لي سلو قلبي ورباعيات الخيام؟ طبعا سلو قلبي أنا أكثر ما أعشق الأمر. الأول بس أقول لكم إن جابت لي هدية جميلة جدا جدا من فلسطين. جابت لي فستق. فستق طبعا مش هديه لأي حد في الاستوديو. فلسطيني أصلي. ولوز فلسطيني أصلي. وجابت لي زعتر. وده شيء عظيم جدا. وفي حاجة كمان يا دلال. هذا هاي كوباية خزف. ده ستي. طبعا الألبوم. وده خزف معمول في فلسطين. هذا في الخليل طبعا, هذا خزف في الخليل. الله. هيك لما تشرب شاي هيك الصبح تتذكرني. يا سلام. تتذكر يا ستي وتتذكر فلسطين من طبعا خلال. طبعا. أنا متشكر جدا. في بقى مطربة عندنا زمان كان اسمها الست فتحية أحمد. كانت مطربة القطرين صح؟ طبعا. وكانت ست عظيمة جدا وبتغني حلو قوي. وبعدين بس هي بقى ما كملتش شوية, يعني جت في أوائل الخمسينات كده نص الخمسينات واختفت. كانوا بيقولوا في صراع بين الست بينها وبين الست أم كلثوم, لكن هي غنت أغنية لأم كلثوم لما رجعت من عملية بره, كانت لها أغنية جميلة جدا. ست فتحية ليها أغنية في منتهى الجمال اسمها يا ترى نسي ليه. وعشان تعرفوا ان اللي بيتقال على الأصابج ده كلام مش دقيق, انه دوت غنتها ست فتحية اظن في اوائل الاربعينات حسب معلوماتي اذا كانت من الدقيقة يعني, وملحنها صنباطي وعامل فيها فالس وعامل فيها حاجات مش معقولة يعني. فاسمعوا بقى دلال وهي بتقولها وعيشوا بقى زي ما انت. الأصابج قصدك ملحنها؟ أنا قلت مين؟ قلت الصنباطي. قلت لا الأول الأصابجي بعدين الصنباطي. لا الأصابجي عشان هو اللي عمل رأي الحبيب طبعا, فهو اللي عامل لفتحية عشان بيقول الأصابجي عشق خيالات أم كلثوم. لا ده عمل دي الفتحية أحمد ونجحت نجاح ساحق وما زالت في نفس الوقت اللي عمل فيه رأي الحبيب لست أم كلثوم. فالأصابجي عمل أغاني عظيمة جدا كتير جدا جدا جدا, وعامل لأم كلثوم 70 أغنية عشان تبقوا عارفين. هاي واحدة من أجمل الأغاني لأنه فيها تدمج ما بين الفالس وال يعني الجو اللي فيه الكلاسيكي الغربي اللي يعني المعروف فيه الأصابجي وما بين الأنتكي المصرية هاي اللي الطرب القديم جدا. أنا انسحرت بقى لأنك أنت بتأديها بنفس النبرة اللي بتقولها ست فتحية. يعني قدر الإمكان طبعا احنا جرى يعني لا نرتقي. إيه اللي جرى دي؟ مش أي حد يعرف يجيبها كده يعني. شكرا. اسمعوا بقى وبسطوا. أغني لك إياها يلا. هم يا ترى نسي لي ما عاد يغير, يا ترى نسي ليه ما عاد وغاب, يا ترى نسي ليه ما عاد وغاب, حيران عليه والغير عذاب, ايه اللي جرى
ايه اللي جرى، ايه اللي جرى، ايه اللي جرى، يا ترى يا ترى يا ترى، ترى را 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 را. في النور العين فاتني وراح فين، 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 في النور العين في النور العين فاتني وراح فين، في النور العين العين، في النور العين فاتني وراح فين، 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 في النور العين في النور العين فاتني وراح فين، فين في النور العين فاتني وراح فين، فين فين في النور العين فاتني وراح فين، في النور العين فاتني وراح فين، في النور العين فاتني وراح فين. الله، هي كروتتني، قالت حته صغيره من الاغنيه على فكره. بس جميله جدا جدا جدا. الله يسعدك، شكرا. جميله جدا جدا. مين بقى اللي علمك وامتى بديتي الحكايه ديت؟ اللي علمني يا دلال متجوزه الدكتور عيون، حكيم عيون. عيون حكيم عيون افهم في العين، وعندها ولد وبنت. ربنا يخليهم لك. اسمهم ايه بقى؟ لور وهشام. نور وهشام. لور يعني لور البياض الناصع في اللغه العربيه. اه طبعا. يا لور حبك قد لوع الفؤاد. وبتعمل هي دكتوراه في الدماغ والاعصاب. خلصناها. دماغ بايظه والاعصاب بايظه. هتقدمها الاسبوع ده. الاسبوع هاد ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شو سؤالك؟ انه كيف بداتي الحكايه دي امتى وازاي؟ الغناء ولا؟ الغناء. الغنى طبعا من جيل صغير كتير. احنا يعني عائلتي سميعه، ابوي بيعزف على ود هاوي وامي صوتها حلو بتغني، فكان عندنا الفن يعني في البيت ومازال عادي يعني، وزي الاكل والشرب ونغني. فالشيء تطور بشكل جدا عفوي ومش مقصود، لانه انا كنت طالبه مجتهده، وطبعا طالب مجتهد متوقع له يصير طبيب او عالم او مهندس او الى اخره. فبالذات في فلسطين، طبعا فلسطين ما فيش فيها شركات انتاج اللي تدعم الفنان، ففيش مستقبل فني، غير انه هذا كماليات يعني. احنا في حاله مقاومه وصراع تعتبر بحكم كماليات عند البعض، فما فيش الزخم الموجود. فكان دائما عندي، فولا مره كان عندي طموح اصير فناني، لكن انا روح فنان، انا خلقت هيك. وهذا اكتشفته مع الوقت، ما كانش الإشي مدروس ولا مامي وبابي كيف يعني. أنا من بيئة بسيطة جدا، مع عائلة متوسطة يعني، ما كانش في حدا اللي هدفه يوجهني بالموضوع، والإشي أجا عفوي. وطبعا بشكل موازي أنا كملت، لأني كنت طالبة مجتهدة وشاطرة، فكملت في دراساتي. لا، واليوم أنا الأسبوع الجاي إن شاء الله بسلم الأطروحة تاعتي في الدكتوراه في مجال الدماغ والأعصاب
وبفحص مرض اسمه التصلب اللويحي MS Multiple Sclerosis. هو مرض عصبي يصيب الشباب يعني، وهذا مشكلته انه الالزهايمر والزهايمر يعني والباركنسون بصيبوا اكثر اجيال متاخره، فاللي بيؤدي طبعا لمشاكل حركيه والى اخره، فبناش نزيد كثير في هناك. فبنرجع للفن، فالفن كان بشكل عفوي يتطور بحكم طبعا انه انا فنانه فلسطينيه من طفولتي، وانا اغني التراث والاغاني الوطنيه والاغاني بالمناسبات المختلفه، احياء يوم الارض، يوم النكبه. بتغني بقى؟ طبعا اغني الاغاني الوطنيه، وبنفس الوقت يعني صار مع الوقت اكتشاف لانه انه صوتك يعني فيه زخم طربي هات تجربي، فصار كمان اهتمام اكثر واكثر بالكلاسيكيات اللي كمان كنا نسمعها بالبيت. فهيك صار لانه زي في إشي هيك مسير بالموضوع أنا بشعر، لأنه كان في عندي عدة لحظات أقول إنه تعرف أنت كعالم أو كدكتور تأخذ تقدير أكتر من المجتمع. يعني أقول لك مثال، مجتمعاتنا العربية بشكل عام مش بس بفلسطين، لما تقول لهم إنه أنت فنان أو فناني، فناني أسوأ طبعا، إنه أوكي بينظروا وكأنه الفنان هو حدا غير مثقف، هذا انه ما لقاش شغله فهو بيغني. طبعا مش عامه، في بعض طبعا الراي ده بدا يتراجع من سنين، تراجع طبعا بس انه وكانه مع الوقت صار وكانه احنا فينا حاله معكوسه، انه لما يعرفوا انه انا دكتوره بصير الاحترام اكبر، وعلى العكس لقيته عند الغربيين، وهذا يعني هاي شغله مهم ننتبه لها. الغربيين لما اقول انه انا نور ساينتست انه حلو وموضوع حلو يعني الدماغ برضو يعني حاجه جديده والناس تحب يعني هي مش حاجه تقليديه كمان، بس لما اقول ان انا ام سينجر ف بي بي واو، لانه عارفين انه الفن لو دخلت الجامعات احترام لكل الدكاتره، في دكاتره يبقوا كتير قوي بس الفنان دول قليلين، دول فكت الحياه. وعلى فكره مجتمعنا العربي دلوقتي بيبص للفنان بشكل مختلف خالص، صح. يعني الفنان عندنا مقدر ومحترم وطبعاً كل طبعا، بس انا كمان لانه انا كانساني متعدده الاهواء والشغف، فانا شغوفه في العلم كيف ما انا شغوفه بالفن. واحكي لك من تجربتي يعني الطويله، انا 12 سنه في الدراسه الجامعيه يعني من لقب الاول الثاني والدكتوراه، في العلم قدر يعملني فناني احسن، والفن طبعاً قدر يعملني عالمي احسن. طبعا طبعا، لانه الفن بيخاطب القلب اتبع قلبك، والعلم اتبع عقلك، ودائما لازم يكون في توازن ما بين الناحيتين، وهذا عملني اكثر انساني متوازنه. يعني انت ناويه تشتغلي دكتوره؟ طبعا يعني انا بدي استمر في المجال الابحاث، هذا شغف وانا اشعر انه بس في عالمنا العربي الغنى. لا مش حسيبه، اوعي تسيبيه، حكون اكثر انتقائيه يعني. اوعي تسيبيه. اكيد اكيد. طب ممكن نسمعك بقى عشان نعمل فاصل بعد ما نسمعك؟ نسمع حاجه فلسطينيه زي اللي انت عايزاها. نعمل ليا وليا يا بنيه، هاي من الاغاني اللي تتغنى بالامراه الفلسطينيه. هي ليا وليا يا بنيا يا واردة عالمية، ليا وحركتي قلبي ردي السلام عليا، وردت على الجلودي بنت الكرم والجودي، يا ربي ويا معبودي اجعل نصيبها ليا. ليا ولي يا بنية يا واردة المية، ليا وحرك قلبي ردي السلام عليا، وردت على صفصافي تحلب حليبا صافي، لا هو عادل ولا انصافي الشايب يوخد صبيا، ليا وليا
يا بنية يا وردة عالمية ليا وحركتي قلبي ردي السلام عليا. بتكلم مع الفنانة العزيزة دلال عن ان هي بتعمل انتاج، يعني شركات تكلمها وبتاع، ففاجئتني بانها لا تقبل اي تعامل مع اي حد حتى لا يكون لاحد يعني يتدخل فيما تقدمه. مظبوط، يعني هو تقريبا يعني طبعا لانه كل اللي توجهوا هن طلبوا طبعا امشي حسب شروطهن وشروطهن اللي هي احيانا كثيره شروط تجاريه، طبعا شروط تجاريه انه لبس معين شكل معين، لأنا أرفضه كإنساني. أنت مش مثلا دكتور؟ لا لا أنت لا طبعا أنت شخصيا؟ لا أنا شخصيا هذا أنا سيدة نفسي كمان في بيتي، وجوزي إنسان عظيم وكتير حر، هو كمان شاعر ومش بس طبيب، بيكتب لها أغاني على فكرة، وبتعمل حاجة اسمها رائع. نور كمان حاجة صوفية، صح؟ يعني هي واضح انها اشتغلت في دماغها كويس. دكتور الدماغ بس رتبت دماغها كويس. انت عايزه تعملي ايه؟ تعرف سالت حالي هذا السؤال انه لما اجوا لي شركات الانتاج، يعني اهم شركات الانتاج في العالم العربي، وقالوا لي احنا بدنا نوقع معك، وحسيت انه لا، طب انا ايش بدي؟ كان في تساؤل بيني وبين نفسي، وكان في تخبطات، وهي التخبطات بتخلي الانسان انضج مع داخله. وأنا الانكسارات في حياتي أو التخبطات أو الصراعات الداخلية هي اللي عملت لي إنساني أكتر متوازني وأفكر بحكمة أكتر. يعني طبعاً هذا إيه الانكسارات اللي بتاعتك غير طبعاً البلوى العربية الكبيرة دي؟ طبعاً هاي انكسارات، لا يعني المقصود يعني لابد طبعاً كل إنسان بيعيش في حياته أزمات معينة، أحزان معينة، هاي قوتني وخلتني أعرف أفكر زي بتقول بنظرة من عليا عن الزوم أوت، يعني بعدت عن نفسك شوية، أيوة شفت نفسي من بعيد، وحسيت أنه أنا لازم أكون أصدق مع نفسي، وأنه أنا بالفن لو بدي عشان المصاري كان رحت سكة تانية، ونعرضت لي سكة كثيرة يعني اللي فيها عن جد مصاري كتير. طب أنا ما بديش مصاري، أنا ما بديش فلوس من الفن طبعاً، إذا أجت يعني كويس. مش هو الهدف الأساس، إذا أجت الفلوس من خلال من اللي انت عايزاه، لان طبعا اهلا وسهلا يعني دي رزق، بس القصد انا ما بغيرش افكاري ومبادئي بالفن عشان المصاري. وطبعا فتخبطت مع نفسي كانت اللي بالاخر اكتشفت انه اشعر انه انا ممكن انساني مكلفه، انه في يعني احنا كل انسان على هذه الارض مكلف، في عنده دور معين بده يؤديه، له وظيفه. انا هيك اؤمن بإيمان يعني الروحاني تاعي مع نفسي ومعي وبعلاقتي مع ربي، وبشعر إنه الله أعطاني هاي النعمة لحتى هي مسؤولية حتى أوصل فيها إشي معين، هذا الإشي المعين يكون لخدمة الناس حقيقة. أنا مش عم بحكي شعارات لأنه أنا فعلا هذا اللي عم بعمله. قدامك طريق تاني مفتوح، قدامي مفتوح على أوسع أبواب، الطريق التاني اللي طبعا اللي هو مش وحش على فكرة، اللي هو طبعا مش وحش واحترم، يعني طريق بنحترمه كلنا وبنتبسط منه جدا، بس كل واحد بيختار طريقه. شعرت انه طب اذا مش هذا الطريق اللي انا بدي اياه، اللي هو كل فنان يطمح له، طب ايش بدي؟ فشعرت انه حبيت انه اتواصل مع نفسي اكثر، ومن خلال هذا البحث الداخلي لجويتي وصلت لي بقى، حسيت انه جاوب على السؤال بقى، انه في لي دور بالفعل لخدمه الناس، في ممكن من خلاله اقيم ظلم. إذا بتشوف من خلال مشروعي يا ستي قديش أنت قيمت ظلم بشكل صغير وبشكل كبير، لما تيجي تشوف بنيجي نبدأ بالصغير، واحدة من السيدات تيجي تقول لي إيه، تقول لي أنا صرت أشوف نفسي أحلى، أنا ما كنت أطلع على المراية أشوف حالي مش حلوة، يعني ست عمرها 75 سنة تقول لي أنا بعد يا ستي صرت أشوف إنه إلي أهميتي، صاروا أحفادي بطلوا بسموها بالفلسطيني يتبغددوا يعني يتقل عندنا من بغداد، يعني يتبغد علي طبعا يتبغدد علي.
فأكيد بغددوا علي ليجي يشوفوني. اليوم صاروا يحجزوا موعد لأنه أنا عندي حفلة فنانة وأنا مسافرة فنانة. هذا ظلم صغير في الإزاء، يعني كيف قديش ممكن من خلال مشروع فني تحقق مساعدة مجتمعية أنت مش حاسسها. طبعا أنا مش عم بقول لك أنه أنا هيك كنت قصدي، أنا كان بالأول فكرته مشروع فني ولحفل واحد وبلشت أشعر فصار يزيد، ما هي يعني زي كرة الثلج بس بإيجابا صار يزيد اللي. وعلى المفهوم الأكبر لما نيجي نروح إحنا على الكويت مثلا، أحد اللي تشوف شتاتنا الشتات الفلسطيني في الكويت أو الشتات السوري، اليوم في شتات سوري اللي قاعد، اللي طبعا بما أنه إحنا بلاد الشام فجزء كبير من أغاني يا ستي هي مشتركة طبعا مع سوريا طبعاً ومع طبعاً لبنان والأردن. فكانوا كان كتير حضور هناك. لازم تشوف الست الختيارة اللي طلعت عمرها 5 سنين واليوم عمرها 75 أجت تحضر وتقول بدي أشم ريحة البلد، خلوني أقرب عليكم أشم ريحة البلد، أجينا نشم ريحة البلد وتبكي. يعني مجرد تشوف هيك مشهد قدامك، أنا طبعا عدة مرات كان الإشي طبعا يبكيني، يعني لما أنت تشوف يعني مثلا مبارح كنا في القلعة في مهرجان محكى القلعة ودبكوا معاي دبكة الفلوجة ودبكة مكونة من ناس من أطفال وكبار اللي هني أغلبهم بيحكوا مصري، يعني بيحكوا لهم كلمتين فلسطيني بس هني مهجرين يعني لاجئين في مصر. ولازم تشوف كيف عم بيدبكوا بهالقد فرح بس هدول مش قادرين يشوفوا تراب من فلسطين. وبالنسبة إلهن وصلهن الروحي مع فلسطين هو من خلال صحيح الدبكة صحيح. فمشهد ممتع ومشهد كان ده إحساس نحن، يعني الواحد يكونه محروم من فلسطين حاسس بمرارة، فما بالك بالفلسطيني بقى بلده وريحته يعني. صح. ممكن بقى تغني بقى سلو قلبي رواية الخيام. سلو قلبي نعمل، أنا بحب سلو قلبي وأنا بحب فيها جملة لأنها أي هي فيها قولي لي أي وما نال المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابة. يا سلام يا عيني. سلو قلبي نسمع ونسمع رباعية الخيام ونسمع اللي انت عايزاه. احنا قاعدين معاك النهارده. ايه سلو قلبي. يا ليل يا سلو قلبي غدا تسلى وثابا لعل على الجمال له عتابا ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي ثكل الشباب تسرب في الضلوع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت ثاب وكان بيانه للهدي سبلا وكان بيانه للهدي سبلا وكانت
ويله للحق غاب وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غاب وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. الله 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 الله. نعم من أحمد شوقي طبعا. طبعا أمير الشعراء. الله ولكن أنت ساعدتني بالكلمات شوي هيك. ما أنا سألوا قلبي دي من الأغاني اللي أنا حافظها صم طبعا صم. سألوا قلبي دي أصلها حكم متتالية زي رباعية الخيام طبعا صوفية يعني رباعية الخيام. رباعية الخيام إيه ده طبعا رباعية الخيام صوفية وقصيدة مجرمة وقصيدة يعني شيء مش معقول. الشاعر العظيم أحمد رامي مش معقول لأحمد رامي رتبها درس 10 سنين أنا مش يعني وعلى فكرة تعلم يعني الفارسية لأنه مش حضرت له لقاء للشاعر احمد رامي الراحل اللي حكى فيه انه هو ما اقتنعش بالترجمه الانجليزيه فهو راح على فرنسا ودرس الموضوع درس طبعا اللغه الفارسيه عشان يقدر يوصل الحس الحقيقي تبعها عشان هي عايزه تغنيها عشان هي عايزه تغنيها وراحت غنيتها بقى احلى ما غنتها غنتها في المغرب احلى رباعيه خيام من ام كلثوم احلى نسخه كانت في المغرب عايزه تقولي منها اي حاجه قولي عايزه تقولي حاجات من اغاني ام كلثوم العاطفيه انا ممكن اقول شيء من الصوفي تاعي بحب يلا انا اعرف يلا يلا لمين حلاج ولا ابن عربي ولا مين راح اقول لرابعه يعتقد اللي هي لرابعه طبعا رابعة. انا عندي تصوير لرابعه هنزعه لكم بكره ان شاء الله كويس ف طبعا رابعه هي مثل للامراه الصوفيه الروحانيه طبعا الصوفيه هي نهج هي يعني في ناس في تختلط طبعا في حركات صوفيه والى اخره انا لما احكي عن الصوفيه اقصد النهج الصوفي النهج في روحك التقشف التزهد قدر الامكان في الحياه الصوفيه موجوده من قبل التاريخ طبعا هو اصلا يعني مسلك الانبياء الصوفيه مطلق الصوفيه موجوده من قبل التاريخ صح الرسول كان صوفي بمفهوم السلوك يعني عشق. الانسان طبعا العاشق اللي بيقعد في غار حراء ساعات هو ابن لقبيلة عريقة كبيرة هذا إنسان متقشف يعني ونفس الشيء المسيح وكل يعني الأنبياء عندي نهاية فهي أنا أتطرق للصوفية كروحانية أكثر صحيح فممكن أقدم مقطع من ألبوم نور اللي هو أطلقته في هو كان إطلاق قبل تسجيل الألبوم في فيلادلفيا كان بالتعاون مع مؤسسة البستاني مؤسسة عربية عريقة هناك الألحان كانت ل الحن هي لملحن رائع موسيقي اسمه كنان ابو عفش سوري الاصل والكلمات طبعا اخذنا احنا يعني مختارات من الشعر الصوفي العريق القديم واحده من الاغاني اللي بيعرفوها في مصر بيحبوا لي اياها لانه هي طلعت كنسخه عرفت الهوى اللي طبعا غنوها كثير والسيده ام كلثوم غنتها لكن احنا بنغنيها بلحن اخر وعملها طبعا لا نتعدى على اي احد لكن اغاني رابعه العدويه عملها الاستاذ محمد الموجي صح الفيلم صح الفيلم اللي ملوش علاقه بربع العدويه بس هو اجمل حاجه فيه ست ام كلثوم غنت الاغاني دي صح المهم انوه انه النور ليش انا رحت على الصوفي ليه يعني كمان كان عندي شغف غير انه انا كانساني بهمني جدا اتطرق للبعد الروحاني تاعي كانساني ايا كان ديني ف ولهيك حبيت انه اطلق المشروع وراح يطلق قريبا في ديسمبر بفلسطين من خلال كنائس الله فغنيته في كنيسه قديمه جدا في فيلادلفيا وكان في حضور امريكان الهدف من الغناء في الكنائس الغناء الصوفي بالذات كبدايه يعني كبادره للمشروع هو انه نتطرق انه احنا كلنا اخوه
في المحبة الإلهية. صحيح. فهو صحيح. حب إلهي بالآخر. صحيح. إحنا عم نحكي عن مقام مشترك ما بين كل الأديان. صحيح. اللي هو بعيدا عن المؤسساتية الدينية طبعا لإلها احترامها وإلها دورها المفيد أحيانا والمضر أحيانا أخرى، لكن إحنا عم نحكي عن منطقة اللي هي قال عنها الشاعر الصوفي والإمام الرومي جلال الدين الرومي حكى أنا بعرفها بالإنجليزي بس هي بما معناه أنه ما بعد كل حقل فيه هناك منطقة، ما بعد كل الخلافات في منطقة اللي هي نظيفة بيضة حتى نروح نلتقي هناك. صحيح. فالقصد من نور هو نلتقي بالذات بظل الانقسامات. قالت لجلال الدين الرومي بالإنجليزي، خلي بالك. وجلال الدين الرومي دوت إذا أنا قلت لكم عليه 100 مرة لازم تقروه، ده شيء سحر يعني. أنت بتعرف إنه هو أخذ بال2007 الشاعر رقم واحد في أمريكا. ما أنا قلت كده الكلام ده في التلفزيون عمال أقوله وأقول لهم يا جماعة اقروا جلال الدين الرومي. طبعا شيء بديع عظيم طبعا. فبقول من عرفت الهوى مقطع. هي عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عداك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى شغلي بذكرك عمن سواك أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى شغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت له الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله تحياتي لهذا الملحن الجميل. طبعا تحية رائعة لك. طبعا أنا قدمت لك مقتطف منها. الله. هو عبارة عن مشروع 50 دقيقة متواصل، ما فيش زقف، هي مش أغاني، هي متواصلة حالة. بعدها حالة بعدين بيطلع الأيوب متى يشتفي منك الفؤاد المعذب الله ونجم الثريا من وصالك أقرب غرام ونجم واقتراب ولوعة يعني إلى آخره. الله الله الله، ده حاجة حلوة جدا. فإن شاء الله نيجي نقدمه في مصر. يا رب يا رب يا رب يا دلال، نشوفك باستمرار موجودة وتغني وتمتعينا. عايزين نسمع، والوقت خلص خلاص من بدري، بس احنا عايزين نسمع. انا هم بيقولوا لي ممكن حاجه، فانا عايز اسمع حاجتين بصراحه. لان انا مش ضامن اشوفك امتى تاني، فانا ما صدقت لقيتك بصراحه. ان شاء الله. قول انت، قول انت عايزاه، عايزه تقولي اي حاجه يعني. انا حابب اسمعك. ممكن نقول في مشروع، طبعا احنا في محكى القلعه كنا حابين نقدم هديه لست المصريه. التراث المصري العظيم اللي احنا اليوم نشوف امجاده من خلال عمالقه الغناء وعمالقه الموسيقيين، هو بدا كمان من ازقه طبعاً، من فلاحين طبعاً، من صعيده طبعاً، من ثانويه ومن طبعاً، بورسعيد طبعاً، يعني من الناس البسيطه طبعاً. فهو كمان ولد في الازقه. فحبينا نهدي تحيه لست المصريه يعني جدتي المصريه ونغني لها شيء من التراث المصري. غنيتي ايه؟ بس ما قدرنا نغني لها، لكن وصلي هي حاضرة كاملة يعني، وصلي اللي طبعا مش حقدر أغنيها كلها إن شاء الله المرة الجاية اللي نقدمها، بس نقدر نأخذ مقطع من مثلا
على بيا عين العنب، على بيا عين العين، العنب عنبي والجنب جنبي، وانت يا شلبي يا بتاع العين. على بيا عين العنب، على بيا عين العين، جبت له غزالي لولي بيلالي، قال لي وانا مالي نفسي في العنب. على بيا عين العنب، على بيا عين العنب، الى اخره. يعني وصلة طويلة. مش انا بقول لك هتتطور ستي دي لتنطلق في الوطن العربي ان شاء الله، ويعني هذا بتقولي حلو قوي. اه طبعا، ده انا لا حيلتي ولا في يدي. الله اكبر. يعني في حاجة جميلة جدا وحلوة كتير في التراث الـ الـ المصري، في التراث بشكل عام. في حاجة فيه اشي فطري طلع من الأزقة هاي القديمة من الحواري. ففيه اشي جميل جدا وصادق كتير ومش متكلف. صحيح. وانا بحب، وانا وهو على فكرة مشروع يا ستي ساعدني كإنساني وكفناني اكون اقل تكلفا على المسرح، لانه بتعرف انت لما تغني ام كلثوم تديك الحاله، ليش الدور ام كلثوم طبعا، يعني هي تلقائيا يعني هي مش مقصوده، هي اغنيه كده. ايوه، فبتيجي هيك وبلش تغني. بس من خلال الاغاني هاي اللي انت ما فيش لك مرجع اللي هو صوت يعني كبير فيها، انه مراجع بالاخر ستك او خدي راحتك بقى، فانت غني على راحتك. مش قيود، مش مرتبطه باي حاجه، مش توقعات بعدين من الناس. انه لا ما غنتهاش زي ام كلثوم. يعني انا حتى لما اغني ام كلثوم او فتحيه احمد حاول قدر الامكان اغني دلال. لا انت دلال. مش بتغنيهم زيهم. لا انا بغني انت ليكي يعني احساس في حاجه بحب في حاجة. يعني وهو بالاخر ودي الفنان. ميزه في انغام على فكره، لما بتغني حاجات قديمه بتغنيها بطريقه بروحها هي، بروحها طبعا. والفنان المبدع عامه هو اللي يعني حتى جورج وسوف مثلا جماله والناس هالقد بتحبه، السلطنه والعظم اللي عنده. صحيح. وبغني ام كلثوم بطريقه مختلفه تماما خالص عن الاصل، لكن وعلى فكره ما بنزعلش منه، ولا بالعكس بيبقى حاجه لطيفه طبعا، لان هو ده الفنان من حقه انه يبقى ليه احساس وليه رؤيته، فيقول بطريقته. ما فيش مانع خالص، طبعا مفيش مانع خالص، ومع طبعا احترام قواعد اساسيه طبعا. يعني انا دائما بحب احترم، مش كثير ازيدها بالاختلافات، يكون في 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 قواعد اساسيه هيك بتحسها طبعا من الاتيكيت. يعني ما فيش فنان حقيقي هيبوظ حاجه، صح، انه ممكن يعمل فيها حاجه لا في بيبوظوا طبعا، ما يبقاش فنان. انا قصدنا على هدول انه مش كل حدا عمل فيرجن. ما انا قلت لك ما فيش فنان حقيقي هيبوظ فن حقيقي حقيقي، انما فنان بقى نص ونص هيعمل حاجات نص ونص. طب قولي لي بقى، انا عايز اقول لك اخر حاجه، اسمع منك حاجه انت هي دي اللي بتردديها وانت ماشيه في البيت وانت في العربيه وانت حاجه يعني بتعبر عنك انت شخصيا، تبقى دي يعني ايه بتعبر عني انا؟ يعني حاجه بتحبيها قوي، اغنيه يعني اللي بحبها كتير. في كتير اغاني بس يعني عم بحاول افكر، بس انا بزيك على فكره. ما انت الانسان هو متعدد يعني الانفس في داخله، يعني متعدد الحالات، الاحوال، والاحوال يعني. فلما اكون طفرانه اغني حاجه او ما اغنيش، صعب اغني. لما اكون حزينه اغني حاجات حزينه، يعني اشياء اللي هي انا بحب مقام الصبا كتير. مقام الصبا. طب قول لنا حاجه من الصبا. بتعرف شو بدي اقول لك؟ يا دار الغوالي. يا دار الغوالي هذا موال كتبه زوجي، بس هو مستوحى من التراث اللي انتشر كتير، وهو موجود فيه، كان في مقدمه الكتاب. هي دكتوره في المخ وبتغني، وجوزها دكتور في العيون وبيكتب شعر. كده. وعلى فكره كل انسان بيقدر يكون، يعني هذا مش شيء، كل انسان عنده هاي الاشغاف بس لازم يبحث عنها. لازم يعني لازم يسمح لنفسه تكون حره اكثر. الحياه فيها ياما، شفنا ناس مهندسين بيكتبوا شعر طبعاً، وهذا حقيقي طبعا طبعا طبعا. فيعني هذا مش لازم يكون شيء غريب، لازم بالفعل كلنا. يعني بعدين اذا بنطلع على عمالقه الفلسفه في التاريخ الاسلامي زي ابن سينا، كان فيزيائي واديب ويعني كل وفن وموسيقي، يعني بتلاقيهم كلها. صحيح صحيح. فممكن اقول يا دار الغوالي اللي هي بتحكي عني كدلال، وبتحكي عن كل فلسطيني من خلالها، بس هي بطريقه هالقد حسيه. بس طيب يعني. انا بشكرك وبقول لكم تصبحوا على خير، وشكرا جزيلا. شكرا من القلب. شكرا لك. يا داري يا داري يا دار، يا داري الغوالي، وين الأهل واللود؟
تركوني لحالي ومفتاح ما خلو يا دار الغوالي وين الأهل ولوا تركوني تركوني لحالي ومفتاح ما خلو مرار الليالي بالقلب ما حلو ريحتهم في بالي امتى فيك يحلو يا دار يا دار يا دار. الله الله